قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. حياكم الله أخواني وأخواتي متابعينا على قناة اليوتيوب والتيك توك. مساء الخير عليكم وعلى عوائلكم الكريمة، وإن شاء الله تكونون بألف خير. حلقتنا اليوم بيها عدة فقرات. الفقرة الأولى الضحك على العراقيين والتلاعب بالدينار والدولار، واعتبروا الولائيين هذا إنجاز عظيم. راح نشرح لكم كيف صارت العملية وليش ومن المستفاد منها وليش صار سعر الدولار 1300. بعدين نتطرق على هذا المرتزق اللي مسمي نفسه محامي النظام السابق، هذا اللي ما بقى واحد ما سجله وما سبه وما شتمه، وصلتني كثير من الحقائق عنه خلال هذه الأيام من بدأنا نتكلم عنه، واتضح فعلا بأنه عنده ارتباطات خاصة بحزب الدعوة. أما فرس النهر فراح نختم به اللي يريد يحكم العراق. الليلة نريد نتكلم عن الإنجاز اللي سواه محمد إشياع الأرجنتيني اللي ضحك به على عقول الشعب العراقي واعتبره إنجاز، وهو ما بقى حشاكم حذاء قديم ما باسه، من ملك الأردن إلى أمريكا اللي هم جماعة كلا كلا أمريكا وكلا كلا الإمبريالية والصهيونية والكذا، توسلوا بأمريكا يخفضون سعر الدولار. قالوا لهم احنا ما نخفض سعر الدولار اذا ما تحلون الجحش المحشي اولا، وفك ارتباطكم بإيران، وامور كثيرة حطوها شروط لهم. بعد زيارة وزير الخارجية الروسي الى بغداد، روسيا تعهدت بأنه هي تكون معوضة أو تعوض العراق بالخسارة اللي راح تخسرها إذا نزل الدولار مقابل الدينار العراقي. ما راح يعطوهم أموال، ولكن أكو ديون على العراق تستحقها روسيا. روسيا قالوا لهم اخفضوا الدولار مقابل الدينار العراقي، وأخذوا أموال اللي احنا نطلبكم إياها لتعويض هذا النقص اللي راح يصير عندكم. فالمتخلفين بالعراق اعتبروه إنجاز لمحمد إشياع الأرجنتيني ونور المالكي صاحب الحكومة العميقة، وبقى حشاكم مثل ما قلنا ثلثين هذا الشعب الذيل يصفق ويعتبر إنجاز حققه الإطار، وهذا الإنجاز لازم الكل تشيد به والكل تعمل به. والمهم من كل هذا بعد الاجتماع الخاص بما يسمى بالحكومة العراقية مع وزير خارجية روسيا وبحضور إيران اقترحت على حكومة محمد إشياع الأرجنتيني بالموافقة على الاقتراح الروسي وربط الدينار العراقي بالروبل أو أي عملة ثانية عدا الدولار. يعني صار العراق في مهب الريح مع الغرب، وانت تعرفون الدولار وامريكا شو تسوي اذا واحد عاداها. اولا راح يرجعون العراق الى البند السابع، يعتبروه دولة خطرة ويهدد السلم العالمي. الحصار راح يرجع وراح تموتون جوع، وتقوم إيران
الضخ بدنانير عراقية إلى السوق العراقية، وراح تشتري آخر دولار متواجد في البنك المركزي العراقي. مثل ما قلت لكم في الحلقتين أو قبل كم حلقة، راح يصير انهيار كامل بما يسمى بالدولة العراقية، ولو هي الدولة منهارة من 2003، بس هالمرة فعلا راح حالنا يصير حالنا حال الربية الهندية والليرة السورية والليرة اللبنانية، وينتهي العراق إلى حرب أهلية ما بها كل مجال. ليش؟ لأن الإنسان من الجوع وبيد سلاح واحد راح يقتل الثاني، وهذا اللي يريده الغرب وهذا اللي تريده إيران. اللي راح يسلم من هذه العملية كلها إيران، وراح يبقون الذيول يبيعون آخر قطرة نفط بأي عملة ثانية. راح يتم تجميد كل الأرصدة للذيول المتواجدة اللي تصوروا بأنه هربوها إلى الخارج، راح تكون في حماية أمريكية أوروبية، وسجلوا عقارات بأسامي متنوعة لأولادهم أولاد خالهم باعتبار يحملون الجناس الأمريكية أو الجناس الغربية والأوروبية، وهذا كله ما راح يحميهم. ليش؟ مثل ما قلت سابقا وأكرر، الجنسية اللي تأخذها من أي بلد إن كان أوروبي أو في أمريكا، كندا، أستراليا، في كل هذه الدول، هذه الجنسية عبارة عن هدية من الدولة. في أي لحظة تقدر هذه الدولة تسحبها وتعمل أشياء قانونية معك، تجميد أموال، تجميد أي شيء، وطردك من البلد، لأن أنت مو مواطن مولود في هذا البلد. وحتى في ناس آبائهم موجودة في هذا البلد، والشخص هذا مولود في هذا البلد وحاصل على الجنسية، هم يقدرون يسحبون الجنسية منه وطرده خارج البلد. وعدنا أمثال كثيرة في بريطانيا، هذا اللي عايش بيها أنا. في بريطانيا في عوائل من سنة الخمسينات والستينات جاية من أمريكا اللاتينية، لحد هذا اليوم لا هم ولا أبنائهم ولا أحفادهم يملكون الجنسية البريطانية، ويعاملوهم بالعبودية. تصوروا ناس جايين من الخمسينات والستينات لحد هذه اللحظة ما يملكون الجنسية البريطانية. فلا تفرحون يا جماعة الإطار بعصاباتكم اللي حاصلة على الجنسية الأمريكية أو الأوروبية أو اللي اشتريتوها من هذه الدول اللي تبيع الجناسي، مثل جزر الكاريبي وغير الكاريبي، راح تحميكم من المساءلة ومن تجميد أموالكم اللي كانت في أسماءكم أو بأسماء عوائلكم أو عن طريق شركات أنتوا تتعاملون معاها، مهما كانت هذه الشركات، حتى لو كانت بريطانية أو أمريكية أو أوروبية، لأن أمريكا تعرف كل دولار ورقمه إيش قد وين وراء وين تحول وشون تحول. فهذه اللعبة يا الإطاريين اللي دا تسووها بالعراق، هذه اللعبة فعلا راح تنهي شيء اسمه عراق إلى الأبد. هذه المرة راح يتقسم العراق، كردستان راح تنفصل بعد ما يوصل الأمر إلى هذا. وأنا أقول لحكومة كردستان تستاهلون، لأن ما تربيتوا ولا تعلمتوا غدر حزب اللغوة، وكم مرة غدر بيكم وتبقون تتآلفون معاهم، وهسه قطعوا عليكم الرواتب، والشعب في كردستان لا مستلم رواتب ولا وجاية، حال حال ابن البصرة وابن العمارة والكوت. هذه التوظيفات والوظائف المجانية اللي قاعد يعطوها إلى أي شخص هسه بالعراق، يعني الدولة ما تبني وطن
بتوظيف مواطنيها. دائما الدولة تحاول تشجيع القطاع الخاص إذا ردت فعلا تبني دولة، تساعد القطاع الخاص استثمارات خارجية، تسهيلات في الضرائب حتى الناس تجي تعرف هذا البلد آمن وتجي تستثمر وتشغل أبناء البلد، وبهذه الطريقة تحصد إيرادات للضرائب وأيدي عاملة موجودة والكل يعيش. بس هذه العصابات اللي حكمت 2003 لليوم ما عندهم غير كلمات: أنت بعثي، أنت صدامي، أنت داعشي، احنا حمينا عرضك، الحشد ما عرف السوى، أنت كذا، الحكم حسيني، هذه دولة الحسين، هذه ما عرف شنو، والبعثية وما بعثية. هذا السيناريو وهذه الكليشة اللي دائما يعطوها لأي واحد يعارضهم. الدولة اللي سموها هسه دولة عراقية رايحة إلى الزوال. هذا الموضوع انتهينا منه. قبل يومين من صار الزلزال في تركيا وفي سوريا، رحم الله من مات والشفاء العاجل للجرحى ولعوائلهم، واحد الله يصبرهم. كتبت على التويتر مالتي: أنا مستعد أتبنى أي يتيم، طفل يتيم فقد عائلته في سوريا أو تركيا. هل هذا الأمر بي غلط؟ كتبت: أنا مستعد أتبنى أي طفل يتيم خسر عائلته وأجيبه يتربى مع أولادي هنا في بيتي. أنا لا مسوي دعاية لنفسي ولا داخل انتخابات ولا رايد شيء من أحد أطفال، لأن الطفل دائما هو الضحية، ضحية الحروب وضحية في المشاكل العائلية وضحية السياسيين وضحية كل شيء بالعالم. هذا طفل بريء. قالوا لي: ليش ما تبنيت العراقيين؟ من قال لكم ما تبنيت؟ أنا ما فد يوم من الأيام حكيت بشيء عملته. أنا من 2004 متبني عراقيين، أطفال كبروا هسه الحمد لله وما قصرت. هذا بيني وبين ربي. طلعوا لي جماعة الدين: التبني حرام وما أعرف شنو ما باقي، بس يقولوا لي أنت كافر. طيب إذا التبني حرام، هل أترك البنت الصغيرة الطفلة أو الولد الصغير الطفل يكبر أو يستخدم أو تستخدم في أمور ثانية لما يكبرون، ولا أعطيهم حياة كريمة يعيشون بيها حالهم حال أولادي؟ أقسم برب العالمين أنا ربيت أطفال مع أطفالي وكبروا، واللي خلص جامعته واللي خلص دراسته وعايشين، ولحد الآن كلمة بابا لطيف قلبي هالكبر يصير. بس أنا أريد أراويكم الناس شلون قاعد تفكر. طلع لي واحد كاتب بالتويتر ماله: محلل سياسي، دكتوراه ما أعرف شنو، خبير الشؤون الأوروبية وما أعرف شنو، ماجستير وقناة الفلوجة مستضيفيته وكذا وكذا، كاتب له كلمة ما أقدر أنطقها هنا احتراما لكم، صورتها ونشرتها على التويتر. قلت له: هذه أخلاق وتربية المضاجع، يعني إيش راح يتخرج من يعني واحد يتبع مضجع بشر يعبد بشر، ايش راح يطلع؟ راح يطلع بروفيسور. دخلت ما باقي شيء ما مخلي قدام اسمه: العلاقات الدبلوماسية وخبير استراتيجي وما اعرف شنو، دكتوراه وماجستير، هذا اسلوبه. طيب قلت انا مستعد بانه اساعد، وكل مصاريف علاج الفنان
مكي اللي شفت فيديو والله ارسلوا لي والله يعني ما اعرف شو اسوي، لا اعرف عنوانه ولا اعرف تليفونه ولا كتبت على تويتر انا مستعد تحمل كل مصاريفه ان كانت بالعراق او خارج العراق. هم طلعوا لي مرته نائبه مكي عواد رحم الله والده زين، مرته نائبه مرته انا ما لي شغله شلي شغله بمرته، وانا ما لي شغله منو ابوه منو اخوه. هذا انسان مكي عواد اللي ادخل الفرحه والبهجه البيت كل عراقي بالكوميديا مالته، شخص فنان. يعني انتو يا العراقيين اريد افتهم ايش وقت يصير عندكم شويه انسانيه من تشوفون واحد مثل هذا خدم العراق. هو مو كل من يخدم العراق الا شايل له رشاشه وكلاشنكوف واقف على الحدود، اللي يخدم العراق بفن بشعر بتمثيل بجيش بشرطه بامن مخابرات، كل واحد حمى العراق بطريقته الخاصه. الجندي واقف في الجبهه والممثل واقف على المسرح والشاعر يكتب والفنان يرسم. طلعت اني ما باقي بس يكتبون انت ابو لهب. طيب اساعد الناس انطعن بظهري، احاول اتبنى اطلع اني كافر ومو خوش ادمي. زين شنو المطلوب من عندي؟ يعني اني بشر اليوم انام باكر ما اقعد. زين اني اشوف طفل يطلعوا جو الانقاض خسر عائلته، اخذ اربيه مع اولادي بعز وكرامه ودخل مدرسه ويتخرج من جامعه احسن، لو اخليه بيد يجوز يكبر يصير بيد عصابات والبنيه تاخذ طريق ثاني، او هذا حرام؟ زين الرسول عليه الصلاه والسلام لمن تبنى؟ مو ياسر؟ زين شلون التبني؟ احنا نتبع الرسول ولا نتبع من هو؟ والمصيبة الأكثر قالوا لي أنت ليش ما يعني تدز مساعدات؟ ومن قال لكم ما دزيت؟ يعني إلا أقعد أصور لكم وأقعد يعني دا أسوي إعلان، يعني واحد بينه وبين ربه أني ورب العالمين، أنتوا شو لكم شغلة؟ على كل شيء تقلدون، على كل شيء قاعدين ركبونص. بيكم خير؟ سووا 1% اللي أنا أسوي. يعني أنا كل ما أريد أسوي لي شغلة لازم أكتب إعلان؟ لازم كل شيء أسويه بيني وبين ربي أو بيني وبين الله أو بيني وبين الإنسانية ما لنا شغلة. أنا من تبنيت عراقيين أطفال بال2004 من جابوهم ما سألت هذا سني هذا شيعي هذا كردي، أطفال دولة تبنيتهم وكبرتهم وإلي الفخر، وقلبي هالكبرى من يصيحوا لبابا لطيف؟ هذه كافية علي. أنتوا جماعة المضاجع شنو اللي سويتوا غير ذبحتوا نص الشعب العراقي وهجرتوا وبكتوا العراق ودمرتوا، وبعدين تيجي علي تقول لي انت بعثي وداعشي وكذا وكذا وكذا. يا هذه الكليشة حفظناها، هذه الكليشة حفظناها، ما تعبتوا منها؟ ما وقفتوا الى حد دا تشوفون سيئاتكم اللي ملت السماوات والارض؟ ما خليتوا شيء ما دمرتوا. هذا مضجعكم الاعلى في بيان قبل يوم او يومين سبحان الله قلت راح يقول سووا فتشغلة دزوا مساعدات دزوا فتشغلة لأهل سوريا لأهل تركيا. مضجع أعلى ملياردير والحوزات والعتبات والحشاكم النعالات اللي تجي فلوس من عنده كاتب بيان إلى رحمة الله الكذا وهذه وكذا، ونطلب من المؤمنين مساعدتهم، نطلب من المؤمنين مساعدتهم بأي طريقة. طيب أنت يا مضجع
مو اكو ناس في تركيا يدفعوا لك الخمس؟ هذا الخمس ليش ما تشيله وتشتري به اكل وشرب وتدزل هالمفجوعين في سوريا في تركيا؟ ايش قامت سوت من الله اجتها للعصابة الحاكمة في العراق؟ العراق يتبرع بمعرف شنو كم طن من كذا، وسوت لوريات وعبتها باثنين مليار دولار وودتها لسوريا بحجة مساعدة الشعب السوري. ما عرفوا شلون يهربون 2 مليار، اجتهم من الله هذا الزلزال، حطوا لهم 2 مليار ودوها سوريا، استلمتها العصابة الحاكمة هناك جماعة بشار. زين، حاطين شغلات على إيران وكذا. هذه التريلة اللي راحت إلى إيران بحجة تجيب خضروات وطماطة بيها 2.5 مليار دولار، أمريكا ما تعرف بيها؟ أمريكا ما تعرف بيها؟ تعرف كل زين. أمريكا قاعد تعرف اللعبة شلون قاعد تندار، حتى تعرفون العراق وين وصل والإفلاس جايكم. نجي إلى موضوعنا الثالث، وهو هذا النزق المرتزق اللي مسمي نفسه محامي النظام السابق. بعد ما تكلمنا وكشفنا وفضحنا للرأي العام، والأخ أبو دلف كان ضيفنا وكشف عوراته أكثر من ما أنا كشفته، من هذاك اليوم لليوم تليفوني ما انسد، كل ساعة واحد مخابرني وما أعرف هذه الأرقام، لأن أنا تليفوني يم هذا النزق في تركيا، فالظاهر موزعة حتى الناس يخابروني. آخر اتصال جاني البارحة من شخص احترمه وقدره، وهو كان أحد مدراء شعب المخابرات العراقية السابقة، أعرفه من سنوات، إنسان جدا طيب، إنسان جدا محترم إلى أبعد الحدود. فقال لي أبو عمر أنا جايك بشغلة وأرجو ما تردني بيها. قلت له أبو فلان ما ترجع إلا خاطرك طيب، أنا ما أعرف هو عنده علاقة بهذا الأثول ابن الأثول اللي قاعد، محمود الشيب اللي قاعد قدامنا هسه قاعد يتفرج هو مناظرة وشواربه المهلسة. قال لي أريدك تجوز من فلان، فأنا ضحكت قلت له زين أخوي أنت تعرف شنو اللي صار بيناتنا؟ قال حسب ما هو قال لي ما أعرف، هو هذا لطيف يحيى يتهجم علي. قلت له شوف، 1 2 3 4 5 لو أنا كنت عاملها معك كان شنو سويت؟ والله بهذا كان يقول لي أوف قاعد تحكي صدق. قلت له تريد ادز لك اثباتات؟ قال لا. قال لي زين احنا شلون نحل المشكله؟ قلت له رغم كل هذا اللي سواه واللي حكاه والبصمات الصوتيه وكل الغدر اللي طعني بي وطعن بعرضي وشرفي و و و و في ظهري، وانا كنت ظهر له مسانده ماديا اعلاميا بكل شيء ساندته، سوى هذا الشيء. فقال لي شنو المطلوب مني حتى نوقف هذا؟ قلت له ايه. قلت له انا ما راح اتوقف. قال لي لا اريد اسمع منك شنو اللي نوقف هذه العملية. قلت له ماكو شيء. قلت له في احدى الفيديوهات قبل كم يوم قال بعد ما انفضح وانكشف قال شو اسوي احنا كنا اخطاء، وانا لو كنت خطأان انا رجل اطلع واعتذر لاي شخص. قلت له سمعت هذا ولا لا؟ قال ايه سمعت هذا الفيديو. قلت له طيب دقيقة واحدة يقول انا فلان الفلان اعتذر للاخ ابو عمر لطيف يحيى لاساءتي اليه وعفى الله عما
سلف. قلت له اقسم برب العالمين ما اجيب طارية بعد نهائيا ابد، وما اخلي اي واحد حتى يجيب طارية. قال لي والله حقك. قلت له تمام. اليوم الصبح زين، خليش قايل أنا ما أعتذر من هذا الساقط المادي، أنا مادي زين وأعلى ما بخيله يصعد. طيب هذا كلامك، ما تعتذر مو مشكلة، أنا ما أغدر. اسمع يا عميل يا خسيس اللي مسوي نفسك وطني وتذكر التاريخ، راح أقول لك شغلتين، واللي أثبت لي بأنه أنت عميل لحزب الدعوة راح أقول لك ضابط الارتباط بينك وبين حزب الدعوة، اسمه حيدر السوداني. الأخ أبو دلف طالب اتصال ليبعث رسائل، أريد يصعد. راح نسمع أخونا أبو دلف ونرجع نكمل معاكم. أخويا أبو دلف إذا تريد تحب، أي تمام تفضل أبو دلف. خلني نشوف. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أخويا أبو دلف، حياك الله. شلونك أستاذنا العزيز؟ الله يسلمك أبويا، الله يحفظك، الناس كلها تسلم عليك من قلت أبو دلف. الله يبارك فيك وبهالناس الطيبين. أود اليوم أن أعلمكم، جتني هواي أسئلة شخصيا، قلت أنا باصة وسطاء يسألوني. نعم. أرد أن أعلن للمشاهدين على مود فريق طاهر جليل حبوش. نعم، اللي كان رئيس المخابرات. بالنسبة لفريق طاهر ما عنده اتصال ويا المحامي سليمان الجبوري مباشر. طيب. لأن هواي أسئلة وجهوا ليها من جهاز المخابرات، الضباط الأوليين بالجهاز. نعم. قالوا فريق طاهر عنده اتصال وياه، قلت لهم لا ما عنده اتصال، عنده وسطاء اثنين. هو ده يطلع على الإعلام يقول قل لي الفريق وجاب لي الفريق، أبدا، والفريق هسه يسمعني. نعم. وأنا يوم من الأيام اطيت شهادة بحق الفريق زينة. وبريته من 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 جريمة كبيرة كانت تستحقه. فأرجو من المواطن أني والمستمع وجهاز المخابرات، فريق طاهر ما عنده اتصال ويا سليمان الجبوري مباشرة. أكو شخص وسيط بحرف الميم، وأكو امرأة الجاي تنقل بعض الأمور من فريق طاهر، بس كفريق طاهر عنده اتصال مع هذا الهتر لا. وأنا من هالمنبر رسالة لفريق طاهر، نعم، اقطع كل الاتصالات مع هذا الشخص، مو الاتصالات المباشرة. أنا أدري أنت ما عندك اتصالات، وأنا ندلك أنت وين أنت موجود. نعم. والله يبارك فيك، وما راح أفصح عن مكانك، بس أنا راح أقول لك يا فريق طاهر اقطع علاقتك ويا هذا الهتر، ترى هذا مخترق الغير جهات، احفظ على 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 نفسك وأنت رجل مريض. فأرجو من المستمع أن يفتهم، فريق طاهر شخصيا ما عنده اتصال ويا هذا الرجل نهائيا، وطلب قبل فترة من عند الوسيط بصمة، فريق طاهر ما اعطاه بصمة، بس يريد حتى يقول للعالم أنه أنا إلي علاقة بفريق مباشرة أبدا، وأتحدى وخلي يثبت لي ذلك، وأنا راح أثبت لك تسجيلات أنت شنو حجيت، فهمت شلون؟ نعم. والمستمع هسه راح أسمعها واحدة من البصمات، لأن عهدت هو وهو هدد قال نزل، قلت له نزل أنا أبو دلف. نعم. راح أراويكم، هو يقول أنا الحقائق بالوثائق، أرد أشوف واحد مرة متحركة ويا رجله، شنو علاقة الوثائق بالحقائق؟ هاي شغلة مو عراقية حتى، المرة بحرينية.
نعم. شنو علاقته؟ فراح أسمع المشاهد نور لهم قلهم راح يسمعكم. أخواننا المتابعين أبو دلف يقول هذا النزق اللي يدعي بأنه حبه للوطن ويبيع وطنيات هو ما يختلف عن المعممين كيف يأخذون فلوسك باسم الدين، هذا يأخذ فلوسك باسم الوطنية وعائلة صدام حسين والمتاجرة بهم. أبو دلف عنده تسجيل لشغلة لا تعني العراق ولا لها شغلة بالوطنية ولا بعائلة صدام، يدخلها بالقناة ماله ويبتزهم. تفضل أخوي أبو دلف. نعم تفضل. العفو أستاذ أبو عمر، وتكل المرة أنت ماخذ فلوس من الموضوع. تفضل إذا عندك بالتسجيل. عندك هذا الأمر خلي الناس تسمعه حتى بعد أكثر وأكثر، مثل ما وصلتك معلومات أنا أنا تليفوني انترس معلومات هوياته مال نقابة المحاميين مال ابنه مال نقابة المهندسين كلها وصلتني. تفضل أبو دلف. رجاء ثم رجاء أنا صاحبة الشأن، أنا اللي قلت لك، والحين أنا ما بمشاكل بصراحة، راح المشكلة تكبر حتى بناتي راح يرفعون قضية، أنا قاعد أقول لك ياها، ويعني أنا أقول لك امسحها ما بتتنزل. ليش؟ كل الناس قالوا لي هو وأول الناس قشبرج مو فاتح سبيل حتى يضحي ويجازف ويسجل أصواته ويطرش، وهذا لأن أنت من كل جهاز مستلم فلوس. اسمع أنا أكبر اسمع. مسؤولين قالوا لي اللي في اليوتيوب وذيلين كلهم قالوا لي، صديقاتي من زوجات رجالهم في الاستخبارات وفي الأمن الدولة قالوا هذا مستلم، لأنه مستلم فلوس عشان كذي ما يبي يمسحه وإيش اسمه ينزله، لأن أنت مستلم من العالم مستلم من الجهاد. وأنا قلت لك ذيك اليوم قلت لك أنت تستلم من الجهاز مختص يعطونك، ورجعت برجعنا أنا صاحبة الشأن، يعني ما خلي لا يصير بيناتنا مشاكل، وأنت أستاذ سليمان أحترمك ولك تقديرك صراحة. أنا الحين أبي أشيل نفسي من الموضوع، وأنا ما أبي مشاكل لي والبناتي ولك أنت بعد، لأن أنت ليش ما تقدر تمسحها؟ والله أنت قاعد لنا تستلم فلوس، مستلم حبجة فلوس، شوف كم دفتر أنت على قولة العراقي، شوف كم دفتر، يعني عيب يصير بيناتنا مشاكل، مثل ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف. الحين أنا أم الشعن أقول لك شيلها خلاص، ندمت على ذي الشيء. شكرا ورجاء ثم رجاء قاعد أقول لك ياها، شيل الموضوع، أبيك تمسح كل المقاطع. هاي امرأة من البحرين ورطها وقشمرها وجي يعني يضحك على بيت الحنظل مع اعتزاز ببيت الحنظل على وديع، وريد كان يبتزم بفلوس، وهي هاي الامرأة زوجته وشغلها شأن داخلي لا تتعلق لا بشأن العراق ولا يتعلق بالسياسة اللي هو قاعد يشتغل بها هذا المحامي الهتر. نعم، فأرجو أن من المستمع يعرفون هذا. وبعد عندي مئات التسجيلات، والله يا سليمان والله 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 إذا ما خليت المجتمع يعرفك أنت منه، وآخر شيء راح أوصل للخطرات اللي أنت جاي تساوم الناس على مود ما أطلعهن. لا أطلعهن، بس كل 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 يوم إلى حديثه، فهمت لو ما فهمت؟ أنا أعرف يمتى أطلعهن ويمتى راح أعرف يمتى راح يعرفك المواطن بعد أزيد. الآن كل الناس وكل الناس اللي حوله أستاذ أبو عمر الطوبلوك، صح، وناس بعد ما يحترموه وما يقدروه، وهم يعني ترجوني مع الموضوع خضر الدوري. نعم، عضو قيادة قطرية أنت تسجل له ولك ما تستيح على روحك، خضر الدوري أخوه هو اللي وكلك عن قضيته، الفريق فريق صابر الدوري زين، أنت وكيل عنه والمحامي والدكتور والمترجم، هذا محلف بالقانون انه ما يضح اسراره. بالضبط. زين انت كيف جاي تحكي عنهم؟ بالضبط صح. كيف جاي تحكي عن هذا الرجال ابو فراس، هذا صابر رجال منتهي، رجال ولك دمرته، ليش ما تجوز يا اخي؟ ليش ما تجوز؟ هسه النوبه طلع انه بدا، مو انا قلت للمستمع قلت لهم هذا ما يقدر اذا ما يحط اسم الرئيس العراقي الله يرحمه، اذا ما يحطه بالبرنامج ما يمشي اليوتيوب مال الفيلم، ما يمشي الفيديو. صح. هسه منزل المتحف الرئيس صدام حسين، هسه اليوم منزل
ماذا قال صدام حسين؟ بقولك انت ما تستحي ما تقتل على روحك، انت ما تسد الحمام مالك هذا التواليت وتقعد وتسكت، ما يقعد. بقولك ليش تريدني افضحك بعد؟ جايب لك مره وتطلعها وتحكي هاي المره وهاي المره قرايبك، بقولك ليش ما تخجل وتعلمها وتدرسها فاروق حجازي؟ ما يقول موجوده على جوجل مال فاروق حجازي. انت ما تستحي على روحك، انت ما تخجل، انت تريد تضحك على ذقون الناس، تريد شنو تتوقع الناس اطفال وانت جاي تضحك عليهم؟ الله ينعلك دنيا واخره، ولك جوز من العالم، وارد اقول لك جوز 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 تعبت الناس. هاي قناتك السز باعلى، شوفه يوم على يوم قاعد تنزل، يوم على يوم العالم جاي تعرفك. ولك اذا نزلت البصمات القويه اللي انت تعرفه اللي جاي تقولهم بس لا ينزلهن، انا جاي اعطيك عهد اذا بقوا عندك 10 مشاهدين لك حق، بس قاعد اخليك هسه انا قاعد اخليك على قدر الطبق شويه شويه. تفضل استاذ ابو عمر اذا عندك سؤال. والله انا جاني تليفون اليوم من استاذ كبير اعلامي كبير، وحضرتك اتصور اعطيته، ممكن تقول؟ نعم اتصل اتصل بي، هم اتصل بي انسان محترم. اي حتى الشخص قال لي انا تندمت، وهو انسان معروف جدا، وطلع معاه وقال اتصور لازم تمسح جميع الحلقات اللي سويتها معك. اي نعم يعني نعم يعني حقه الى حق طبعا الى حق، ناس مغشوشة بي طبعا طبعا مغشوشة طبعا. انا واحد من العالم استاذ ابو عمر وخلي اسمع المشاهد، انا والله مغشوش بي هذا الرجال، غشيت بي بس تالي من نوروني الاخوان البيجات قالوا دير بالك دير بالك دير بالك، خل ارجع لي ورا. اي نعم اشوفهم. اي والله يا اخي طلع هذا صحيح يا اخي، يا ولي احكي يا يسجل، يا ولي احكي يا يطي اسرار، يا ولي دز له بصمه، يا ولي بعث له رساله يفضحها على العالم. انا بعث لك رساله بيني وبينك، انت عليش تنسخها وتدسها للناس؟ ما هو ليش هذول الناس؟ ما هو اني يعني ساني يعني ما بقت مسبة يعني. البارحة هذا الشخص قلت له خابرني، ورجل مخابرات ومعروف وتعرفه زين، فقلت له ما اريد شيء بس اريد اعتذار. فوصلني الخبر اليوم يقول ما اعتذر ذولا ساقطين. يقول علي انا مادي، علي لطيف يحيى انا مادي. هو منو مادي؟ وقعت مادي تزل فلوس. رحم الله والدك. يا ولي سيني، يا ولي سيني قدر كل يوم واحد الرجال تزل فلوس. يعني هو الرجال مو بس يدز، عنده 9 عوالي يدزلهم يا من جملتهم هذا النكرة. قلت لهم أنا والله الله شاهد يا أخي، ما واحد يسوي الله. شوف شو يصير بي، واحد يحكي يقول لك ها أنت دا تسوي انتخابات لنفسك. هسه أنا لا سياسي ولا قايل لكم أنا سياسي ولا مرشح على السياسة، هذه القناة لكم، دا نقول لكم يا با واحد اثنين ثلاثة، هذا دا يسوي هيك بيكم، ما منا شغلة، خلي نشيل الطائفية، خلي كذا. هذا جاي فاتح التواليت حشاك مالك وحش السامعين، قال صدام وحش صدام. شنو المعلومات اللي عندك أخوي أبو دلف واللي قالها عن الرئيس صدام حسين؟ أنا بالنسبة لي عندي رسالة إليه، عندي رسالة بعت لي إياها، قال لي عائلة كاولية، عائلة كلهم كاولية. نعم لا مو بس عندي بوست مسج، عندي رسائل من عندي يوصفهم بالكواولي. هو كاتب لي إلي قال لي أبو عمر شحكي عائلة كلها كاولية. زين أنت هاي قدامي هسه أحكي وقت أبو الرسائل مالتي، أنا موجودة بالتليفون بالكاولية. أي أنا موجودة عندي هم بالتليفون، وصفهم بالكاولية. زين نعم نعم صدقت صدقت صدقت، هذا الرجل ماهر 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 سفيان، قائد بالحرس الجمهوري. نعم نعم قائد محترم، يحكي وياه يترجى بموضوع انه لا يجيب طاري هيك شغله هيك شغله على الاسر. يا اخي حطه يسجله يسجله زين يعني، ومع العلم هذا ماهر موكله بالقضيه من القضايا موكله بيهن، يعني ما عند الرجل ما عنده لا مصداقيه ولا عنده مثلا موضوع شغلات اسرار العالم. يعني هذا اقلكم مو مدفوع، اقلكم مليون بالمئة مدفوع من جهات حزبية، كان يروح يعقب على المعتقلين برسائلهم شنو يقولون شنو يحجون اهلهم شنو يقولون شنو عندهم، ويروح يبلغ الجهات الحزبية اللي موجودة هنا. صح فهمت شلون؟
ولا هذا الرجل ترى مو طبيعي، يعني مو طبيعي جاي يشتغل. وانا يعني اكدت لك انه اتصل بي واحد من وشخص صديقي هو، نعم نعم بقول اسمه، نعم، من حزب الدعوة، وترجاني بالموضوع. يعني اخي ما ليش ما ترجاني عليك؟ ليش ما ترجاني على فريق طاهر؟ ليش ما ترجاني على اي واحد؟ ليش ترجاني على سيمان الجبوري؟ فهمت شلون؟ فهذا رجال يعني تعبان تعبان، ثم هو بس اعلاميا ترى يمدح بالرئيس، ترى من وراه عندي تسجيلات عليه صوتيه. اصبر شيحكي على الرئيس وشنو يوصفه وشنو يعني. والله يا اخي والله امر مقزز اذا طلع للمشاهد. اقول لك اطرح اطلعه وخلي يسمعني. لا 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 بعد ابو دلف وصلت اخويا مرحله هذا الشخص لازم ينكشف. وحتى اقول لك اكون صادق معك، اكون استاذ العزيز اكراما لهذا الجبل الشامخ. ما يخالف اكراما للاسم. اكو امور ما اقدر اطلعها يعني الا ما راح يندق عليه الحديد، ماكو ينعوج الحديد يلا طلعها. اكو شغله انا راح اطلع، انا بالنسبه لي بس انا يعني اكراما لعائلتي، انا بالنسبه يعني لي يعني هذا انسان هتر. شوف اخوي هتر ما يستحي. نعم استاذ، كل الناس اللي قاعد يعاديهم او دي يفضحهم او دي يبتزهم او كذا ما دي يقدرون يسوون شيء، اما ضعيفي الماده زين او يعني لابسي. انا انسان اقسم بالله وهذا يمين قدامكم، الاسبوع الجاي رايح اسوي توكيل الى اكبر محامي في تركيا وراح اسوي دعوه عليه. اما الامم المتحده اللي مقدم عليها هذا قضبه شارب قدام الناس، اقسم بالله ما خليك تشوف دوله لا اوروبيه ولا غيرها، راح اراويك الموصل. اما الدعوه القانونيه ضدك فعندي جميع التحويلات اللي راحت لك، مو بس مني، من غير ناس، وراح اخذ تخويل من عندهم حتى احطه ويا التخويل مالتي ويصير خير. اذا تبارك طبيعي احسنت زين احسنت، وانا اشد على ايدك وانا خلفك بهذه الامور، وانا تحركت على ولد اتراك اصدقائي دا يشوفوا لي محامي مضبوط على مود يبقون هم حلقه الوصل ما بيني وبين هذا المحامي، لان لازم اوقف عند حد هذا المحامي. بالضبط هذا لازم اطلعه من تركيا ولازم ارجعه شو اسمه للموصل، يحط له خيمه ويقعد يم اخوه يم اخوه قبال بيت اخوه هذا اللي مسوي له بلوك. وبعدين نراويك منو المادي منو الساقط، تقول علي انا بايق فلوس عدي لك ناس ويا عدي حلفتهم بشرفهم، قلت له فد يوم شايف عدي اكو الدينار شايله بجيبه، الكل تقول ما حد عدي نهائيا ما يشيله، اني بايق عدي وطالع، مو عدي خطيه عايف الله يرحمه راح الدار حقه ما اقدر اقول غير شيء، عايف فلوس الجنط مالته على شو اسمه على الميز وياهل يجي يشيلهن ويطلع. اخ ابو عمر هاي تسقيط مال سليمان الجبوري، انت مو بس انت هو اللي سقطك، يعني مع اعتزازي بيك واحترامي لك. نعم. يعني انت كنت تسمع والمواطن يسمع شنو يقول عني، وهذا السيف ذات حدين وهذا الصدوق الامين وهذا، وبدل اسمي من الصندوق الاسود سواني ابيض، ماكو كيف يطيح زمه هو فهم شلون، وتالي ما تالي قال هذا عميل والغدار ولك علي شغدرتك ولك انا شغدرتك. هسه انا هم خلص سمعكم مال مارس وفيان، تفضل خل سمع المشاهد، لان يعني هم لان هو عنده بصمات يخلصين اخوان. هذا اللواء ماهر سفيان معروف، واسلم عليه انا من مكانك اذا يسمعني، خلي يسمع شلون من اخر اتصال انت ويا شلون سجل لك التسجيل. تفضل ابو دلف. يا ناس اسمعوا، هذا قائد الحرس الجمهوري شخصيه وقضايا عائليه ورسائل شخصيه نعم. انت تقول علينا ابو هشام انت مواصفك معروفه، بس هذا اللي شغلات تعرف يعني هسه انا اشتريت لك النقود. نعم يعني انا يعني ما اخلي شيء بيني وبينك. طبعا هو الحرص والمحبه اللي كنا خويي على الصح وهذا غلط وصوبه ونباه على يعني اذا كان لك اخطاء. اسمع صوتك صار بيني وبينك ولهذا احكي نعم
قبل صوت صوت الخنزير. أما الناس كلها قاعد تسمع هذا النكرة شلون يسجل للناس، يعني أكو واحد يسجل للناس ناس أصدقاء بيناتكم يعني على مقرأة ما شكرا شخصية هذا نكرة يسجل اللواء، أعتقد لواء فريق ماهر سفيان معروف قائد بالحرس الجمهوري. نعم يحفظه الله. يعني هذا اللواء او الفريق لو يدري هذا جاي يسجله يحكي وياه، والله ما يحكي وياه.
لا هو هسه سمع راح يرجع ببلوك هسه مره ثانيه مثل حال خال. نعم. تعرف هسه كم واحد نعم. الطابلوك زين والله لا حرك دعوه قضائيه عليه دعوه قضائيه عليه اقسم بالله اللي يفلشوا ما يبقى بعد بتركيا راح تشوف. نعم استاذ استاذ بس ابو عمر الله يخليك خلي نعم. يعرف المشاهد هاي مو بصمه صوتيه لا لا تسجيل هاي اتصال هاتفي ما بينهم بين اللواء سفيان اللواء ماهر سفيان فاحكي لهم يعني باوع اتصال مو بصمه دير بالكم يا اخوان لا لا هذا سجل اي يتصل بي ويقعد يسجل له وذاك هم علني تقعد يحكي يعني مخازي لا احلى شيء كل ما يكتب يقول لي المجالس امانات وين الامانه وين الامانه امانات عنده هي امانات وان شاء الله اوعدكم اسمعكم مال عضو القياده القطريه خضر الدوري خوش. ان شاء الله اسمعكم اياها خوش بعد خوش هم شلون يسجل لهذا الرجل المحترم يعاتبه هم حاكي عليه بالاعلام ويعاتبه يقول له اخي انت ليش تجيب طارية انا شنو عندي وياك يعني عالم منتهية وعالم مطلوبة وعالم يعني تدمرت يا بجوز من عندهم ولا بجوز اذا انت مرجله وتقول انا رجال يا سليمان الا جبوري هذول هم الحراميه موجودين وطلعت عليهم اذا انت مرجله بس انت مدفوع من قبل ذول الحراميه رحم الله والدك على اعضاء القياده وعلى الحكومه حكومه صدام حسين الله يرحمه لا أمين. لا ولك استحي واخجل وروح الزم للقران واقرا بي وجوز من هالعالم هاي انصحك لله وشنو عندك علي تريد تطلع ايدك الك اذا انت رجال طلع وعلي انهم وعلي انهم وعلي انهم اي وهذا الرجال ابو عمر يقول لك علي انهم باوع زين ايدك وما تنوش ايدك وما تنوش انت مو استاذ ابو عمر انت مو قبل مع تزازي بيك انا جاي احكي لسليمان انت مو قبل هددتني وشفت وهددتني وشفت ولك انا ما تهدد كل ما تهدد كل ما ازيد اتفاعل وياك افتهم يا رجل ظل نزل اشعار ظل نزل ابيات حطن على قصتك حطن على شعرك حطن على ايه هسه مخلصها كلها ابيات شعر عود الصداقه والفلوس ولك انت لو تصلي كان حطيت الدولار بدال السجاده رحم الله امك وابوك لا وش يقول يقول يساعدون القناة يا قناة يساعدون ولك هي قناة ايش هو كرسي مكتر مشقق وميز معتك مشتري من ذول اهل العتيق وفردة خضراء والبردة مالتك قونية مو عندي صور والبردة قونية وشادة بقراصات البردة مالتك خضراء من هاي البطانيات مال جيش دولية ولك انت جاي تضحك على العالم قناتي ايش هو قناتي ايش هو حتى الفلاح اليوم عنده هاي يطلع شلون يزرع وشلون هاي يحطيها على اليوتيوب ابو دلف قناة شي يحتاج له هذا تليفون موبايل قدامي وهذا كرسي انا قاعد عليه وسلام عليكم ومع السلامة اكو غيرها القناة 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 ادري ادري القناة شنو شي الراد لها يعني هذه تكنولوجيا اليوتيوب وفر لك كل أدق التفاصيل شلون تدخل تسوي يوتيوب فيديو وشلون تخلص وانتهى الفيلم شنو القناة اللي محتاجتها انت مو استوديو لو كان استوديو زين ويراد له مصاريف ويراد له ديكورات ويراد له كاميرات وإضاءة وكذا انت قاعد حشاكو حشاك من أقول بوجه قاعد في تواليت هالكبرى أنا شفت الصورة تواليت بحجم حتى هذا الميز ما اجتماع اللي قدامي اكبر من عنده مكتب قدامه وابني يقعد يصوره قدامه وهاي السوالف والبطانيه الخضراء اللي ورا وهاي السوالف شنو اللي محتاج القناه والكاميرات مال ابو عمر والجلوبات مال ابو عمر لا وزيدك وزيدك من البيت شعر ظافر ظافر اللي هو كان ويا عدي رغم انا يعني ما عندنا اتصال بعد ودائما يقول لي ظافر الحشاكم ما نقول القواد اللي امه مرته ما اعرف شنو موجود عندي زين ظافر
هم حاكي وياه وظافر داز له كاميرا. لقيت البصمة البارحة عندي. زين. داز له كاميرا وداز له بعد ما أدري شنو. إيه. ظافر. اللي يقول عليه كذا وكذا مثل ما قال عليه كذا وكذا. هم يحكي على ظافر. كتاب. عندي البصمات وعندي اللي دزلية على ظافر. إيه نعم نعم هم حاكي عليه وخلي يسمع ظافر عندي موجود. البارحة من الإخوان اللي ذكرناهم قبل يومين يمكن قلت لهم خلي جوني على الخاص جوني. نعم. جوني وسمعتهم لأن عيبة طلعها على الإعلام شغلة يعني معيبة هي. وسمعتهم يا قالوا يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي ساري كل حكيته 100% قلت لهم يا با أنا ما عندي مشكلة ويا هسه وبعد ما عندي مشكلة وهسه وبعد إذا راح على يدور على الخونة والجواسيس والمشكلة يروح أنا وياه أبو عمر وياه وكل الناس وياه أي والله حتى البيجات وياه بس تعالي يا أبو أنت جوز من العالم المهتوخ ولك أنت يطيك تحظه الما يطيك تحظه الما طلع وياك طبعا خضر الدوري شنو المشكلة اللي بينه وبينه خلنا أقول لك يا خابر خضر قال له بدك تطلع وياي قال له الرجل خلي يسمعني أستاذ خضر قال له عمي أنا سياسة ما أحكي بس انا احكي شغلات مثلا اسالني على الفلاح اسالني على امور الدينيه اسالني على العلاقات الاجتماعيه احكي لك بس مالك تجيب له بالسياسه السياسه انتهت طلقتها قال لا انت مو شنو تقدمت للانتخابات انت مو هاي ادري انت كاظر عالم انت ابو دلف خلي شويه ضحكك قبل كم شهر خابرني قال لي انت علاقاتك قويه بالاعلام وما أعرف شنو وأنت تعرف أنا محامي النظام الوطني وما حد يريد يسمع صوتي وأنت ساعدتني بهذه القناة وهذه أريد من عندك من خلال علاقاتك وكذا تقدمني إلى إحدى القنوات يعني هذه العربية أو أجنبية أنت تعرفها يعني حتى لو مبلغ 10,000 دولار هم أسوي المقابلة يا زين شنو 10,000 دولار ليش أنا أخذ فلوس من أروح شو اسمه أسوي مقابلة؟ لا مو هو في مرة سوي حميد عبد الله خلنا نقله للمشاهد واخذ منهم 5,000 دولار سوي مقابلة هو ياخذ فلوس من حميد عبد الله؟ مو من حميد عبد الله من القناة كان يشتغل بيها يمكن كانت الفلوجة سوي هو قناة بيها يلا تفضل سوي مقابلة بيها بس حميد هو اللي طلعه ونعم حميد عبد الله قال نعم استلم ما يطلع ببلاش ترى ودي خلي دير بال المشاهد لا ما يطلع ببلاش ياخذ فلوس من العالم هو مو انا وابو عمر وكم شخص يعني ناس وطنيين يعني لا هو ياخذ فلوس انت صادق من تقول لي يريد فلوس لا ياخذ فلوس والله قال حتى لو 10,000 دولار مو مشكله قلت له يابا انا تريدني اخابر لك قناه واقول لهم يابا تعال عندي فلان زين هذا اذا رضوا يقابلوك زين انت تليفونك موجود وده تحطه وده تطلع بث لو احد يريدك يتصلون بيك صح ولا لا مو انت لا علاقاتك يعني كذا وتعرف دول الناس وخاصة الخلايجة قلت له ايه وش تريدني اسوي الخلايجة اتصل بيهم يا بجايب لكم وفلان ساعدوه قال يعني تعرف فشله لو لا يفشلك هو انا قلت لك يفشلك لا اخوي انا شنو شغله بهالسوالف هو انا اطلع مقابلات لا لي شغله بفلوس ولا فد يوم طالب بفلوس ولا لي شغله بيهم دا تعرف ايه يجيني لا يفشلك لا تفرطه ولا تعرفه اي واحد انا عرفه لا عرفه ولا ابد ايه عرفته بهدل هذا الرجال تبهدل اخر شيء طقاه بلوك وخلص من عنده قال لي انت جبت لي من واحد قال لي هذا واحد بجدي والله العظيم قال لي مجدي اشهد ما بالله يعني هذه الحلقات اللي سواها ويا هذا حميد شو اسمه ماخذ فلوس عليها نعم هاي عندي إلى بصمه وقال لي اخذتها منها ودفعت خساره الصباح الحمداني اشهد ما بالله عندي موجود صباح الحمداني جابه بي مو صباح الحمداني رجالي ما الحفله والهاي ما صارت مناسبة وخربت هم الغلطانين فدفع الصباح الحمداني يقول لي فقر فلوس حميد عبد الله يقول لي فقر يقول أخذتها منها ما تهنيت بيها طيت الصباح الحمداني
زين هو 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 مو متخارب يا صباح حمدان ليش يطي فلوس؟ لا لا قبل لا يتخاربوا قبل لا يتخاربوا خلي يسمع هسه صباح هسه خلي يقول يقول اذا انا اذا قال انا يعني قال ماكو شيء الا هذا العدو جاي يكذب عليه بس اخذها من عندي 100% لان اربع خمس مرات يقول لي هذا الموضوع تعرف لي كذب مره واحده بالمره الثانيه تلزم عنده شويه ها بالثالثه تلزم عنده هواي لان الكذبه من تتصدر ما تتصدر نفس الشيء بس اذا هي لا عفويه لا تجي نفسها فهمت شلون؟ شلون واحد يسوي مقابله يحكي على قلبه ما يحكي بورقه وقلم فلا حكي عليها اربع مرات انه استلم ال5000 وحميد بقيت انا حكيت ويا حميد حميد اكد هذا الشيء قال نعم طو فلوس طو فلوس قال لي حميد قبل سنه وكسور انا كنت اتحدث ويا حميد وقال لي قال لي نعم استلم لعد من هذه يعني انا بوقتها شفت المقابلة من هذه كان حميد مسيطر وكل ساعة يسكته يعني أنا سوى ألف مقابلة ما فد يوم المذيع يريدي هذه يقول له خلينا أكمل وبعدين زين بس شفت حميد مسيطر لعب طلعت الشغلة فلوس ما شاء الله حظ حظه خذ من عندي طيح حظ حظه بالمقابلة ومن عندها حميد بعد لا يحكيها ولا يبوع له ولا إني قال قال شنو خلي ولا قال أنا لا يبوع له ولا يحكيها ولا كل شيء خلي اسمعني حميد يقول كذا بعد اشهد ما بالله قال خلي ولي هذا وصف لي اياه وصف يعني عيب قدام المشاهد احكي لان المجالس اختام على كل استاذنا انا اشكرك لك انا اشكرك على مداخلتك وفعلا ان شاء الله نسمع بعد كثير من الامور المهمه ان شاء الله ان شاء الله اود اعلام الفريق طاهر انه هذا الوسيط والوسيطه ليس بس الوسيط والوسيطة نعم وعيب أذكر الأسماء وأذكر من هم هم نعم إكراما الفريق طاهر خلي يسحب الله يبارك عنده وخلي يدير باله على روحه ترى هذا إنسان مدفوع وإنسان منظيف وأنا أعرف صارت مشاكل بينك وما بين الوسطاء وياه نعم ما أريد أتحدث بهاي المشاكل والأسباب مادية كانت فأنا أبلغ تحياتي لك يا فريق طاهر وأنت رجل أمني تفتهم هذا رجل ما مو مقامك صح مو هذا مزور التاريخ إيه والله صدق فعلا زوره وكنا نغشينا به مع الأسف نعم وأبلغ تحياتي لكل الإخوان الله يسلمك شكرا مع السلامة مع السلامة ألف شكر مع السلامة سمعت يا أخوان هذه بدأت المصايب تطلع أنا ما قلت شيء لهذا الذكر ما نقدر نقول رجل لأن يعني الرجل من يعني أنا من خطأت بحق الرئيس طلعت اعتذرت من خطأت بحق رغد صدام حسين بنت الرئيس الله يرحمه اعتذرت الاعتذار من شيم الفرسان هذا ما يعني انتقاص مني أو شخصيتي أو كرامتي أنا اليوم أغلط معك زيد من الناس وراجع نفسي أنا عندي شغلة معينة دائما أسويها يعني من فترة أتصور 40 سنة قبل ما أنام أعيد شلون السي دي من قعدت الصبح لحد ما وصلت الفراش داري أنام شنو اللي سويته صح ولا خطأ الصح ماشي وياه والخطأ أحاول ما أكرره وأعتذر إذا كنت خطأان الاعتذار عمره وحياته الاعتذار ما كان غلط ما أركب أحصاني وأبقى وأقول لا ولا ولا هذا بس المريض النفسي اللي ما يعتذر ويعتبر هو صح والكل غلط أنا ما طلبت منك يا حثالة المجتمع يا بدون كرامة يا مرتزق يا مجدي طلبت منك مثل ما مشكلة هذاك الخنزير فرس النهر قلت له أريد اعتذار قال لي اصعد ما بخيلك وهسه ذي يتحمل نتائج مالته أنت غير شكل أنت غير شكل أنت طعنت بيه وبشرفي وبكل شيء كلها عندي أقسم برب العالمين أسبوع الجاي توكيل لمحامي وراح أخليه يتصدق من السفارة التركية
ويندز للمحامي في تركيا. لو هسه أدفع عليك مليون أقسم بالله إلا رجعك للموصل بعد، وبعد كافي تدز واسطات وكافي تدز ناس، لأن ما أسمع لك ولا ألي شغلة بيك. حالة واحدة، حالة واحدة أعفي عنك وما لي شغلة بيك، تطلع في القناة مالتك تعتذر إلي، أنا ما لي شغلة بغير ناس، غير ناس يقدرون هم يقولوا لك اعتذرنا بس هم يسامحون، أنا بالنسبة إلي تطلع تعتذر وتذكر اسمي وتقول أنا غلطت معاه، أقسم بالله ما لي شغلة بيك نهائيا أبد. ولو بعدها طلبت مساعدة عد عينك، ما تعتذر أقسم برب العالمين لا أخليك تتندم على اليوم اللي انولدت به. أنت تقارشت ويا واحد ما عنده يعني رحمة، شقد طيبة أكو بقلبي تملى السماوات والأرض، بس دير بالك تقعد الشيطان اللي بيه لأن ما يرحم. وأنا اعطيتك انذار ووصلتها للناس اللي اتصلوا بيه ويريدون يتوسطون، قلت لهم بس اعتذار ما طالب شي منك، اطلع اعتذر اقسم بالله نهائيا ما راح لي شغله بيك بعد، وابقى اساعدك بس ما راح تسمع صوتي بعد، عندي الحساب وعندي اسمك وعندي اسم ابنك وشون كنت تدز كلها عندي ماكو، بس راح يخابروك يقول لك تعال استلم، بس ما تعتذر راح تتحمل نتائج انت اللي انت راح تخرب على عائلتك. وخلص خلص ما لي شغلة بك بعد، ما تعتذر تحمل النتائج خلص، انت واحد هسه خلصنا من عندك. قبل ما نستقبل الاتصالات نعطيكم تحديثات فرس النهر اللي صاحب حركة 56، الاخ احد الادمنية دز لي فيديو خلاني فعلا يمكن ربع ساعة اضحك. فرس النهر، شوف فرس النهر ابو الايد النظيفة ابو الحركة مالتنا لحفظ العراق والمعرف شنو، واحنا راح نسوي وكل عراقي النفط ماله وكذا، بعد ما صاير بعد ما متحرك من المطعم ماله، يعني مو نقول الواصل للشارع مالته، ما متحرك من المطعم اللي بث منه، مثل ذاك عنده تواليت هذا عنده مطعم قاعد له بغرفة ما أدري المخزن مسوي له استوديو ودي بث، وهذا الحمد لله وصلنا ما أدري جد مشترك، يعني صاروا 900 مشترك وقال يريد 5 مليون، إن شاء الله بسنة 2423 تحصل 5 مليون، طبعا هذا الشعب منقرض ومنتهي. فالمهم إيش ده يقول القائد العام للقوات المسلحة راح يصير، يقول أنا ما أريد أستلم قيادة لأن ما عندي هذا القلب أقعد أعدم وأصلخ وأسوي، يعني هو من هالسحاط براسه راح يعدم ويصلخ، بس أنا راح أسلمها لغير ناس وأطالب. اسمعوا هذه النقطة موجودة ووصلنا الكليب ماله، ما نقدر نعرضه لأن تعرفون هو ابن مسوسو زين جاهل بيت حمل واحد يحش، ايش قام سوى؟ انا يقول انا طالب رجال الاعمال اللي الله ممكنهم وعدهم اموال يجون يستثمرون في هذه الحركة حركة 56، لان تعرفون الحركة يحتاج لأموال وراح ندخل انتخابات، واذا تريد تستثمر اموالك فموجودة هذه الحركة حتى نسلمك منصب من ننجح بالانتخابات، راح نسلمك منصب. يقول زين انت شنو اختلافك عن خميس الكنغر، تيس الخزعلي، مقتدى السطل، نور خنينة، ما هم كلهم هيجي يطوهم وحطوهم زين. اهل الاموال لازم تجي تستثمر يقول في حركة 56 اللي مسويها حتى تجي تستلم منصب، يعني 56 علني
نصب واحتيال علني. اي حمودي، وراح يوزع لهم تيشيرتات، زين، تيشيرتات مكتوب عليها فرس النهر قائد الحركة. فيا عراقيين يا اخواني، هو انا هم ما اقدر بعد اقول يا عراقيين، لان هذه الكلمة يعني تصوروا يا ناس، شوفوا دايريد يعني، ما هو من يقلد دائما القرد بكل شيء دي انا شحكي، هو ياخذ الكلام مالي ويطور شوية بلهجته ويحكيها. تصوروا انتو هسه دخلوا على قنوات الفيديوهات مالتي، اكو وين حط شو اسمه يعني الكلام اللي راح ينكتب على الفيديو يعني تحت بالتعليقات، ماكو قبل التعليقات حاط اسامي وتاغات وهاشتاغات وما اعرف شنو. تعرفون السوى هسه روحوا انتو الى فيديو مالتي قبل سنة، شوفوا الهاشتاغات جوا شنو وش مكتوب بالوصف. تعرفون السوى؟ اقسم بالله كوبي بيست، حتى اسمي بي زين اخذ من قناتي كوبي بيست، وين بكل فيديو ينزل. يعني شايفين هذا المرض؟ يعني انت زين تجي، انا عدو لك، وجيت هالمرة تقوم تسرق من قناتي زين، حتى اللي انا كاتبه، حتى اسم الفيلم مالتي، والله مسوي لك كوبي وبيس. يعني روحوا انتو، هو قام يسويها هسه، بس انتو روحوا على قناتي فيديو قبل سنة سنتين راح اشوف، هو نفسه ده احنا حاطيه بالقناة، هو نفسه ينعاد يعني بكل فيديو زين اللي مثبتيها، اخذها من قناتي لزقها بقناته. حتى هذه الكتابة مال فيديو شاهدها الملايين وحاطين احنا روابط، حتى هذه ما اخذها. اخذوا هيك قشمر ابن قشمر، بعد هو راقوس زين، وشنة اغنية سواها ام الستريج، وهذا ذبحنا تاريخي وتاريخي، وكل ساعة مأشر على التلفزيون ايش مكتوب بالتلفزيون، حركة 56. فما راح نخليكم ولا راح ننساكم ولا راح والله لا العب خلقه بيكم. لتعرفون سرسرية يومية، واحد طالع لي مسوي لي قناة يحكي لي بالوطنية، زين صاير لدكتور جايب لي ابو طلي، ابو طلي هو من الميليشيات يا ول، انت تقول تحارب اتحداك انت وابو طلي مالك تجيب طار السبتة تنقاني، اتحداك. هذا يشتغل ويا هادي العامري، وانت ميليشياوي صرت وياه، واذا تقول لا اكو غير ناس يثبتوا لك. يا فرس النهر طلعت ميليشياوي، وذاك الصخل ابن الصخل اللي بتركيا هم طلع ويا الميليشيات، وما شاء الله يريدون يحررون العراق ويحررون ويسوون حزب ويستلمون الرئاسة. وذاك السبتتنج اللي بتركيا يقول أنا أرشيف تاريخ عراقي. خيابة. راح نفتح الاتصالات، واللي يحب يتصل أهلا وسهلا. هزاع يسلم عليكم، رايح للأردن، يمكن رايح على رغد حتى يجيب لنا التمويل، تعرفون زين يجيب لنا تمويل من رغد، لأن احنا بدون تمويل قناتنا ما تمشي. انتو يا جيبوا تمويل، وين التمويل؟ قناتنا وينكم؟ قناتنا. الو الو شيرني شكرا انتحر والله العظيم. هذا الخال اجاكم الخال. اي كان انتحر من الله العظيم. ليش خاله ليش؟ كم مرة خبرت بس انت مشغول، كان ابو الاستاذ ابو تلفون نعم منه. اي والله ما انا قلت ما فتحت اتصالات، هسه فتحت. شلون خال؟ اقسم بالله
ألف هلا خال. ألف هلا. قول أنت بخير. الله يسلمك. والعائلة بخير يا خال. الله يسلمك. خال أقول لك فش. أني ندمان مرات لما أنام أفكر هالشيء. نعم. يقول ليش أني ما قلت خالي العفو شون أستاذ أبو طلف ينتهى معلومات لهذا أهل السحاجي مو جمهور هو مصلاوي. مصلاوي. أي. خال أكو مثل يقولوا ماني طالع أخي خلي لا حد يزعل المشاهدين ومتابعين ماني قايل بس هاي مثل في العراق كلها أكو يم مو يم الخراط يم العراقيين كلها يقول عاشر واوي ولا عاشر بطفاوي لا ما يصير ما يصير بالله العظيم ما احترم المشاهد لا لا عدنا ناس ناس على كل خال أي حبيبي وبعدين خال أكو مثل الأخ مصلاوي يابا كان جيراني فوق بيتي مصلاوي خال عندهم مثلات يقولون احسب الفلس حاسب البطال اخل تحبي ايش يعمل معنى شو بسليمان جبوري لهجة مال هو مو جبوري هو مو جبوري هو من ضواحي مال موصل هو مصلاوي ضواحي مال موصل ما احترمها للموت يمكن هل سحاجي هو يا رب فلوس شفته 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 رب فلوس اعرف اعرف مو انا انا هم انا هم سيد انا هم سيد خال أنا سيد سيد حسيني أنا شو اسمه الوكيل مال المرجع تتذكر؟ إيه إيه أتذكر شو ما أتذكر يا أبا يا الله شوف أنا كان والله ما مشارك يا صدق صادق صح أتابع قل أنا نسيب طاهر أنا ما أعرف نسيب يصير بنت يمال وأخت يمال نسيب طاياسي رمضان قال نسيب شنو؟ ما أعرف نسيب شنو ايه ايه اعرف النسيب بنت يما يعني يعني بنت يما واحد والاخته اخ يابا المرحوم طه ياسين رمضان اي نعم ايه خال يقول والله سوى غادر وياي ابني اشغل غادر سوي والله ما انطاني فلوسي بعمان 2000 دولار انطاني معنى هذا هذا مجدي مجدي خال شنو بعد عقل مجدي خال يطلع على القناة يقول الله ايش اسمه يرحم عبد حمود وكذا والله يقول لي هيج هيج من عبد حمود ومن عائلته زين ويسب عبد حمود يقول باعوا بيتهم بغداد ومطوني فلوس ليش يعطوك فلوس خال سمعت يا باب راس راسك العزيز وراس ابني الوحيد عندي سمعته كل شيء اسمع خلص شوف لما اشوف لكن انت عجوز مثل ابو طلب قال تروح صلي جابك على هاي الشغلات وانت متمكن تركيا بس بالله العظيم على خاطرك هو عم حكى على كرات سواء جاسوس كسرة رسول مسعود بارزاني عم رئيس الله يرحمه شوف اقول لك اقسم بالله مطار ربي كل شيء ارفع ما خليها ينزل مطار ربي وين روح درب تشلب حق قصاب اصبر وين يروح اصبر اصبر هو راح يستلمه اصبر ان شاء الله بس خلي نسوي التخويل مات المحامي الاسبوع الجاي وخلي اشوف وين يفلت نشوف وين خال هذا 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 انا ما شايف يجي بشر يعني لما يحكي بقناته والله انا ما متابع والله ما عندي اشتراك يا خال انا بطلع اطلع بالبيت قلت لك خالي اتابع احب احب الانسان القديم المثقف اللي يفتهم بالدنيا خال شكرا هذا بس يحكي على الفلوس فلان هل... اخذ هلجا المليون صندوق 4 ملايين مثل مثل هذا مثل هذا شو اسمه فرس النهر ما عنده غير الفلوس واشتركوا وطونه واشتركوا وسووا خال خال والله العظيم اني ما اقدر لا اضحك ولا ابكي لهاي الحجايات يخلون قبرهم قبر ابوهم فلوس شنو وسيله الحياه بدري انت ما تفضلت قال بابا انت لما فضلت خالي قلت تشتري سيارة اخر موديل تشتري لك بيلا وما تقطع نفسك كل قطعة ينام بغرفة يا الله لا تطينا بعد تطيع الفقرة خال اقول خال سيارة واحد تروح بيها وتمشي بيها صح تحب الفخفخة والش اسمه يا بابا اثنين حرس ما بياش خال خال ما اعرف ما اعرف يعني فلوس وسيلة الحياة حجي مالك على راسي هاي ما بدي صح ما يسوي سعادة البشر قال لا لا فلوس سعادة والله الفلوس ما تسوي سعادة اقسم بالله ده احكي لك من تجربة عمر هالفلوس ما تسوي لك سعادة
يعني أنا مريت في مريت في ظروف خل. وعندي اللي عندي بس ما قدرت يعني ما أعرف يا محل من تروح تشتري سعادة ماكو خال حاليا كلهم طولت أنا يوم راح أطول أهلا تريد وما تريد دزيت رأيك الصالة قلت لي إذا ما تشتري لابني أنتحر عليك لا والله خال الناس خطية أوصفك بابا لا لا أوصفك أخوي الكبير أوصفك عمي الكبير ما أعرف أحبك يا أخي بوبيدي الله يسلمك سبحان الله عز وجل حبيبي خال أنا مو قلت لك مرة من المرات أنا طالع على بغداد بالسوبر 84 أو 85 كان نعم بابا كان طالع بالطيارة من موصل لبغداد 40 دقيقة نعم أنا سويت حادث نوموني ظلم التانكر تركي القصير موتر على أي نوموني بالمستشفى 4-5 أيام كان أقوى كل محافظة بألف قافية خالد أشوفها نعم أنا هم دخلت طاقية جغير قالي أنا لما انتشل تليفة على كل خال فتحت عيوني مستشفى صدام تكري كل محافظة أكو مستشفى بعدين خلوني بالإسقاط ووداني المستشفى من بيطار خلف الله عليه قال أكو دكتور اسمه سعدي الوطار جملة العصبية كاكا كاكا قبل خال اسمعني اكو واحد هنا انا كاتب يقول انت كردي يعني علي انا علي ده يقول لي انت كردي اذا بيخير احكي على مسعود زين انت سامعني سامعني انا شلون اقسم المسعود شوف اخي نحن والمسعود والجلال طز بيهم كلهم وكل عراقيين احنا كلنا عراقيين كل متخلفين خال والله ايه تعرف السرة شوف السرة مال الاتصالات شوف السرة مال الاتصالات بلي خال بلي الناس دي يتصلون والله كلها راح تزعل هسه ليه يعني على مودي بابا يزعلون يعني لا 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 انا يا خاب لك القعب قبل كان ما يزعلون اعطوني كردي وخالي دي يزعلون والله هذول انا احسبهم اذا يزعلون شهاله والله العظيم بسرعه ما شهاله اذا يزعلون انا ابو تاج راسك مسعود اطلع من انا روح يم تاج راسك ابوك لا ابو حتى مسعود يلا ولي حراميه كل بحراميه كلنا عراقي شوف الله اكبر هاي جهاله احنا عراقيين دمي ودمك واحد ماكو هذول قال انت تاج راس انا ما عندي تاج راس تاج راسي العراق عندك مانع تعال عارضني ما عندي غير شيء ما عندي غير شيء المهم خال وقتال البغدال مستشفى من بيطار دخلوني كم فاستقش زين فتح وراسي على كل الحمد لله صب الجن قال يصير ورا ربح الشلل بقول ايش ابوي ما قبل يفتح الراس اي على كل صرت والحمد لله ولحد الان ما ولا شكرا ولا كل شيء الحمد لله الحمد لله الحمد لله اني اقرأ البشر اقرأ البشر اقسم بالله هذا خال هذا يابا يا سليم ما جوا ابد ما شوف حجي ماله لهجة ماله مصلوب طوخ 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 خط نخرة فوسفورة اي مناظر لي فوق ما اعرف هو وين يبقى فوق لو كمبيوتر لا مشوف هذه خال هذه حالة نفسية للناس اللي ما عندهم ثقة في نفسهم ويكذبون فتشوف عيونه تروح وتجي عيونه تروح وتجي مثل الحرامية ماكو من الحرامي دائما عيونه تروح وتجي خاف واحد يلزمه فهذا بالضبط اللي عنده يعرف دي يكذب ودي يعرف دي يلفق ودي يعرف دي ينافق فعيونه 24 ساعة رايحة جاية رايحة جاية خال وخال نعم إن شاء الله يا رب العالمين ما ممنون منك أنا بالدنيا عندي أطفالي مرات أروح لما نايمين فوق أنا أدى أروح بغرفة مالتهم أخليها أذني حلقهم النفس ماله يجير هرجك معني مريض يعني بالعطف المريض بالرحب وحطب الشبكة هاي خال خال يعني ماذا يعني مبدأ مادة إذا بشر إذا بشر بك كل صراحة سواه مبدأ ماله مادة حاشر حضور بالك وبال بشاطين راح يجود على العرضة اي والله صحيح ولازم يرجع صحيح بل... له ما صحيح صحيح ويرجع بلبول شو اسمه صمام الأمان
شفت خط هذا لا فلان بيمان لك كل ميتين لك جابك لك يا بعرف شو اقول مثل اني سمعت فانيرة مال الرئيس الله يرحمه اي شهيد لا لازم يلقبوه بعد محامي الفانيلة لك منو بغي سوج يقول لك نخليها بالمتحف نشتري منك بالملايين الدولارات يا طافه بطافه يا ساقط بالساقط يتاجر والله العظيم بقدر اشرب دم على هاي الحجايات والله يريد جاي فانيله والباس يقول مات الرئيس يريد يبيع يتفضل بربك بربك شوف خال اني مستحق اسمي احمد عبد الله احمد وبالايميل احمد بزوري من دوج عشيره بزوري اقسم بالله سليمان جمهوري ذكر هاي الحجايات على الشخصيات راح اطق نفسي بيك وأموالك كلها بعيا من خلال قناتك خال لك يا ساقط يا طافه يا ناقص استحي من شيباتك الأبيض ما يستحي من زوجتك هو باشر هو شرطي أمن بعد يستحي بعد شرطي ما تستحي يا ساقط بس أنا أقول خال هذول الشخصيات شون يطلعوا وياهم لا خال غشهم شلون مثلي اكني هو لسان شرطي دلاله ماكو اقسم الله يعني اذا هسه حكى وياك يقلب راسك يفره هو نبي وخلاص بعد يعني ماكو غير شيء زين فهذا اسلوبه الو قال من يمك ترى مو من يمي الو السلام عليكم استاذ لطيف عليكم السلام ورحمه الله عمك محمد من تكريت وياك حياك الله انا طبعا متندم على كل ساعه وعلى كل دقيقه سمعت هذا المحامي القرقوز اسمه جبوري سلمان طبعا جدا متندم استاذ لطيف انا جدا متندم والله يعني شفت الوضعيه والاخلاق مالته بعد واحد شو يسوي هو هذا يشوف اخوي العزيز يعني اول شيء حياك الله وكل هنا في تكريت المنكوبه انا اسميها المنكوبه انا متابعك من سنين والله الله يحفظك فهذا غش الناس بلسان المعسول وباللباقه اللي يعني تعرف اللي مارسها ويا الناس انا غشني انا واحد من الناس غشني باسلوبه وخلاني اساعده باي طريقه وكذا ف كثير ضحك على ضباط مخابرات وناس في تكريت وناس في العوجة وضرب عائلة بعائلة وعشيرة بعشيرة وحرق الجو وهو بس قاعد يستفاد من هذه العملية والله عندي رسائل هنا أنا يقول وقفوا القناة مالته شهر ولا شهرين هاي ما يسموه إعلانات قام يبكي وقفوها حياتي راح تنتهي عيشتي راح لا حول ولا قوة الا بالله استغفر الله قلت له يعني انت فاتح قناة على مدها قال له شو اسوي صحيح استاذ والله استاذ هيش بشر قرقوز يعني بصراحة يعني ما يخليك بعد تفقد الثقة بمن تستمع وبمن يعني او مصداقية الواقع يعني هيش بشر مدفوعين الاجر وتابعين الاحزاب والميليشيات وهالوضعية التافهة يعني النفاق اللي عشناه كشعب يعني بصراحة شيء مؤلم جدا والله يا أخي والله يعني عندك بعد ثقة تحكي ويا أحد ابن عمي أنا هسق والله قبل ما أجي للبث فتحت الجهاز اللي استلم باتصالات فوصلتني رسائل فتحت دزولي بالتحديد اسم ضابط الارتباط من حزب الدعوة بينه وبين هذا الجبوري زين وشلون سووا هوياته مال شو اسمه مال نقابة المحامين وهوية ابنه مال نقابة المهندسين وطاني الاسم وما عندي أي مشكلة أذكره طز بيهم وبحزب الدعوة اسمه حيدر السوداني هذا ضابط الارتباط بين هذا المحامي وحزب الدعوة فكيف أنت محامي النظام وتقول السابق وكذا وطنية وأنت تشتغل ويا حزب الدعوة فهذا لا اخويا يعني هذه التسجيلات اللي كان حقيقة لا اخويا ما هو شوف هسه العمليه وضحت كل هذه التسجيلات اللي سجلها لكل ضباط المخابرات واجهزه الامن والناس المسؤولين اللي كانوا في الدوله تعرف من واحد يتصل يطلع اساس انا شفت
رقمك عرفت من يا دولة، فياخذ عناوينهم، ياخذ كذا، يبعث كذا. هذه المعلومات كلها وين تروح؟ الى الميليشيات في العراق، راح يعرفوهم واحد واحد. اكيد اكيد راح يصيدوهم. ادري بيها انا، حتى نعرفهم هنا موجودين باوروبا. استاذ اتذكر الحمله اللي سويتها انت، كانت حمله كلش قويه بال 2015 بالضبط. واتذكر التقيت بكم واحد ميليشياوي قالوا استاذ لطيف دمرنا ما ادري شنو. بالمئات خليتهم يسفرون من اوروبا. هاي من سويت حمله ضد الميليشيات. جيت الفنلندا، متابع بيها اتذكر. جيت الفنلندا نبشتهم باللوريات، قام يشيلوهم. والله صحيح، والله صحيح. هذه انا قدام عيني صارت السالفه والله العظيم استاذ لطيف، وشفناها. لان الناس اللي طبت ناس محترمات المستمعين، احترمت لك استاذ لطيف، ناس دايحه منحطه ساقطه، لا خلق ولا اخلاق. بس هسه يعني شنو حياتهم؟ السجون. هسه السجون مال بالاوروبا، سجون اوروبا يعني، او شنو الدعاوى مالتهم؟ هم كلهم كله اغتصاب، كله كل دعاويهم بالضبط اغتصاب، كل اغتصاب. يعني شوف دول الميليشيات. أقسم بالله عندي ولد كردي كان مسجون على سالفة استاذ لطيف، اقطع كلامك كثير. نعم. يقول لي يعني كله هذول كلهم مشوه هيك واحد، يعني شلون عبارة عن دعاوي، كل مواضيع اغتصاب وسرقة ومخدرات. والله يا اخوي هذه كتب الشكر من وزارة الداخلية الهولندية موجودة في مكتبي، كلهن موجودات. كتاب شكر من وزارة الداخلية الهولندية، كتاب شكر من وزارة الداخلية الألمانية، كتاب شكر من وزارة الخارجية البلجيكية، السويد، إيرلندا. كتب شكر من الوزراء لكشف ميليشيات والدواعش اللي وصلوا لأوروبا، كلهم بالأسامي. أنا خو ما أروح أبلغ، لأن هنا التبليغ. شوف هنا بأوروبا، وحضرتك موجود في أوروبا، اي شيء بدون وثيقة، صورة، فيديو، ما حد يمشي به. من أنا سويت الحملة، من سويت الحملة في شهر واحد من فنلندا، 800 واحد تم إلقاء القبض عليه وتسفيره عدد الناس اللي انسجنوا. ناجحة 100% وأنا أشهد بيها. زين أشهد بيها. وبالسوي ناجحة 100%. يعني وعاشت إيدك والله. وحتى رحت للسفارة اللاعراقية وصورتها، وصورت ما خليت شيء، فضحتهم فضيحة. زين وكل صحيح. الفيديوهات اللي ودوها زين كلها وديتها الوزارات الداخلية، وهي الترجمة مال الدولة اللي صحيح. لزموه بالسجن وتراح، واللي ترحل، واللي هذه. المهم نظفت شوية أوروبا من هذه الحثالات، يعني يقتلون ويسلبون ويخطفون يرجون يتونسون هنا. فعلا استاذ لطيف انا شفتها بس يعني بصراحه استاذ لطيف احنا من الصعب بعد كجمهور نستمع او كناس معارضه للحكم هذا، الحكم الميليشياوي او حكم اللصوص وحكم المجرمين بالعراق، كناس معارضه يعني كمعارضه للاداء، من الصعب انه بعد نقدر استاذ محترمات لك ان شاء الله، فمن الصعب انه نقدر نثق ونستمع. وهاي يوميا طالع لنا مجلس وطني ومجلس مدرسة ومعارضة، هذا فقدنا كشعب يعني او كناس، فقدنا لا انسى هذا، لا احنا معارضة ومجلس ما اعرف شنو، بعد ما حد يسمعهم. انتهى الفيلم مال عراق رايح، يعني اسمعها من اخوك هسه، عود عاتبني اذا ما صارت. لا استاذ اضيف بين القضية دي واضحة وانتهى بعد خلص. احنا بالمتفتت، احنا تفتت كشعب تفتت بالضبط. انتهى. اخ ما يحترم اخوه، نفس العائلة خيانة أمانة، واحد يسجد الثاني. هذا أنا مطلع على هواية قضايا عائلية، يعني واحد يسجد الثاني مثل هذا القرفوز. ايه. سلمان خائن المجلس يعني المجالس أمانات، يعني شنو والله سجله وسمع، هاك اسمع اسمع أبو دلف، هاك اسمع شلون قاعد يسولف، شلون قاعد يحكي فلان. لا لا ما هو أكو طريقة معينة كان يستخدمها، واحد على الثاني يسجل ويدد تسجيلات الى بغداد وتم تحليلها، وهذا الشخص وين موجود. وتعرف الميليشيات هسه في كل مكان، حتى في الدول الخليجيه. زين بكل مكان، لانه فلوس بيديهم، الكاك ما نفط بيديهم،
ويشترون به ناس ضعيفين الأنفس. صح. يشترون به أي واحد اللي يقدر، يعني أنا شفتها، يعني أنا شفتها بعيني. نعم. ويقدرون يشترون أي جنسية يعني بكل، يعني اشتروا 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 كل شيء، اشتروا فلوس سائبة. ولكن إن شاء الله ولو نقول يعني والله ما أعرفهم، بس رب العالمين هو يحلها. لا أنا اللي علي، أنا بالنسبة لي أتكلم عن نفسي، أنا مستلمه مهنانة بالغرب، والله بالغرب مستلمه مهنانة دق دق. تعرف شنو دق؟ صحيح والله. يعني هذا والله احنا بال 2014 و 2013 من صارت الاحداث بتكريت. نعم. وبصراحة الدين والله العظيم هو عبارة عن تخاذل من هذا الخلق، هذا المالك وجماعته، شلون صارت فتحة والسجون وشلون سووها الناس وخلاها الناس تضيع. انا من الذين خسرت اكثر من نصف مليون دولار، الله يشهد علي. صادق. والله صادق. تعب ومن حلال طيب وكله ضاع من بنيته، واخر شيء قعدت سبحان الله والحمد لله وشكر لا فد يوم تعبي كله الحمد لله وصلت سلمت بنفسك، المال يتعوض النفس ما تتعوض. والله هذول الميليشيات مساوم بالتليفون، والله انت عليك فيلم كذا، عليك فلان شيء، عباره عن ناس باذن الله تعالى ان شاء الله ان شاء الله. طبعا شك واحد ابتز انسان وابتز بشر وابتز ما ضيع نهائيا مثل ما سووها بالناس، راح ما يصير بهم ان شاء الله. والطوفان يجي ان شاء الله ان شاء الله. ناس قدارة حش السامع لا اله الا الله. يقول لي على قولة واحد، على قولة واحد اسمع صاد لطيف. نعم. من جو دول الميليشيات صلاح الدين والمناطق يقول بيوتهم تفتر بها التريرة ميهم حلو، بيوتهم تفتر بها التريرة بيوت 600 متر، هم يعني مو الناس عايشة زنجيل وناس طابق ناس. ايه بيوتهم تفتر بها التريرة. ايه يقول باوع بيوتهم تفتر بها التريرة. لا اله الا الله. ما خلوا شيء ما نهبوه، ما خلوا نفس الاشكولات اللي نهبت الكويت هي نفس الاشكولات طبت ونهبت وصرقت. بس ان شاء الله شكو واحد راح ماله. بس هذول حتى هذول الازيديين خطية تعرضوا، وهو مو بسببهم دخلوا الدواعش. زين طبعاً. راحوا اختصبوا ذولا خطية البريئات دن اليزيديات، دمروا حياتهم، دمروا أطفال صار عندهم من ذولا الحشاك الخياس. زين قرى كاملة أبادوها، هو اتفاق. وينهم الدواعش؟ وين صاروا؟ يومية كل ما سووا حركة سياسية جابوا لهم كم واحد اتبخروا واختفوا. أوكي يلا كافة عاد خلصهم. أوكي يلا خصص مهمة، يلا باكر طلعونا من نريدكم. هاي قعدوا تهت مهمتكم طببتونا على طائفة طائفة يزيدية كاملة، دمروها ودمروا نساءها مجتمع كامل. أو يعني مشان تقول قرية أو يعني مجتمع تاريخ، هو يزيدين تاريخ من الجزء من العراق. صح. تاريخ محو محي زين محي. ودين قديم دفع. وناس من لبة العراق دولة تجون تسوون هيك بيهم، هم اللي يعني من اصول من اصل العراق اختفوا. المسيح قرضوهم قرض بغداد وبالزهنينة وكذا شيء، شغلة متعمدة جدا لاستهداف تراث لا العراق واستهداف الثقافة العراقية واستهداف هاي السوشيال ميديا هسه اللي حاطين كم وحدة تهز وتغسل بفلوس وتطلع وتهز، وهذا هو تسقيط العراق، اشغلوا المجتمع اشغلوا الناس. ما هو هذه الغايه، هو هذه الغايه، هو هذه الغايه، هو هذه الغايه. الغايه انه تسقيط المجتمع ويطلعوا لك ناس لا حول ولا قوه الا بالله. يعني بين ذيك هي اشغال المجتمع بشغلات تافهه، اشغال المجتمع، تفليش المجتمع، تفليش الدراسه. من أسوأ المستويات الدراسيه بالعالم هو العراق، حالنا حال الدول الضايعه، صرنا حال الصومال وحال كلها في سبيل وليه السفيه والرهبر والزبل مال خامنئي وغيره ذبه علينا. الله ان شاء الله استاذ لطيف. أشكرك الله تعالى. الله يحفظكم يعني ويحفظ هالفكري ان شاء الله، يطفى بحالنا لا اكثر ولا اقل. اي أيوة والله، ويعوضكم خير. تفتت المجتمع استاذ لطيف. انا بصلاح الدين احكي لك عن صلاح الدين. مجتمع نعم. صلاح الدين تفتت، عباره عن يعني بالوقت الحالي نسبه عاليه من مجتمع مع احتراماتي للناس زينه. نعم. عباره عن لواحيق، قال الزعيم حجه الزعيم. أيوة. وقال ذاك الثاني واحد طلع جديد هسه ما ادري منين ويحقون وراء، ويعني فد مجتمع مفتت وضايع تباوع. ليش يجي ما يا اخي؟ هم قتلوا الخيرين والطيبين واللي يحب الوطن، فخلوا ذولا يعني بكل مله بيها، بكل مله جابوا ذولا ماكو مطبلين ياهل ياخذ امي اصرح لعمي ومشت. لا
لواحيق لواحيق طبوا الدواعش لحقوا وراهم طبوا الميليشيات قام يطبقون ويطمون أسعى أوكي طبوا يعني صرت الوا ضاعت يعني أخلاق ومس يعني الله تصفن على لا لا على شيء فعلا فعلا شيء محزن فعلا شيء محزن شيء يعني قذر يعني تباوع على هالوضعية حش السامع يعني لاحوق أو إجا الزعيم راح الزعيم ذاك يساوم يفتح له قناة أو يفتح له فشيق ويساوم بيه بتسبي كذا وتباوع والحبل على الجرار أنا أشكرك أخويا عفوا أستاذ لطيف الله يحفظك ويحفظ كل عراقي أصيل ربي يحفظك ممنون تصبح على خير أبوي مع السلامة خير هذا أستاذ يعني هو هذا عراقنا لهذه الدرجة وصل يعني والله ما دا أعرف اللي نسمع ألو السلام عليكم أبو حمودي الله يسلمك عليكم السلام أخويا يا أحمد العراق يا حبيبي أبو حمودي ألا فهلا بأخويا أحمد حياك الله أحييك وحيي كل المتابعين الله يسلمك أخبارك طمني عنك الله يحفظك أنا بخير وأنت بخير الله يسلمك أبويا الله يسلمك الله أبو عموري أنت قالك إياها قبل فترة نعم أنت بحر والفطيسة ما تنقص البحر هذول الفطايس أبو عموري قلبك الكبير لا ياخذك بعيد لا تسامحهم هذا سليمان اللاجبوري مستعجب وسقندرتك عمود السعدة مو بس يعتذر يبوس قندرتك ويلحس تراب رجليك أبو عموري لا تأخذك العاطفة بيهم لا هو ولا نزار مزرعة ولا أي واحد مسك بحشاية لأن أنت يشوفوك يعني نجمة ويتمنون يصعدوا لك مثل الشياطين شلون الشيطان يتمنى يصعد للنجمة والله يرجمه فهذول أبو عموري حثالة بدو أروح لك أبو عموري يعني والله يعني لا هي شوف أخويا حبيبي أنت يعني شوف الغيرة والحسد والنفاق هو هذا صار 99% من حياتنا يعني أنا من أشوف أخويا العراقي وصل إلى مرحلة ناجحة في حياته بالقرآن أفرح أكثر من عنده بس ما غار منه ما غار منه صحيح. ليش؟ لأن الغيرة مرض هاي الغيرة هي حسد ومرض يقتل الإنسان نفسه ممكن ممكن أجتهد وأصير أحسن منه بس ما غار ولا أصير نعم تفضل أقول لك ما حد يفكر هذا تفكيرك أنا والله هذا اللي تربيت عليه وكبرت وياه وتجارب الدنيا علمتني أنا مو جبت هاي الشغلات بين يوم وليلة يعني أنا قبل 30 سنة مو نفس الشخص هسه الإنسان يكبر يطور نفسه يقرأ شوف هسه أنا راح أعطيك مثل هسه إحنا قاعدين هنا في بث مباشر لو جبت 10 كتب من أغلى وأقيم الكتب اللي تخلي عقل الواحد يتطور وكيف يعمل واجيب مقابله ايفون 14 واعطيه احط هذا التليفون وال10 كتب اللي تهتم بحياتك والعلم واحطها الى العالم كله 90% ما اقول بس العراق 90% راح يختارون الايفون 14 ليش لان هذا العالم صار هيج إيش قال التيك توك؟ إيش حكى اليوتيوب؟ منو ترقص اليوم؟ منو غنت اليوم؟ منو سب فلان؟ منو غلط على فلان؟ هذه بس هاي الشغلات. العلم شوف هذه دراسة الغرب دي يسويها ترى هاي الصفحات ما جت من فراغ. أولاً تجارية لصالحهم. ثانياً لتجهيل المجتمعات واختيار نخبة معينة اللي راح تدرس وتحكم مع وخلف ما يرحون ويخلون المجتمع شوف هذول اللي بالغرب عاني هنا أنا لولا أملك عملي وكذا يعني كان الحياة صعبة دا أشوفه هنا أنا خاصة حتى البريطانيين مستخدميهم كدمى يقعد الصبح هو ومرته يركضون يودون الجهال للمدارس يشتغلون يرجعون صايرين خرابة نهاية الأسبوع يستلمون الراتب هذا كذا 20 باوند ما يبقى بجيبهم ما يفكرون بعد بالسياسة
وشون دا يصير وشون دا 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 البلد دا يخرب، ماكو، كلهم ملتهين شون يجيبون خبز لبيتهم. فهذا العالم دا يمشي بهذه الطريقة. يعني احنا يطلع تطلع لذا اللي اني والله اشتريت فلانشي وهاي سيارة من التيك توك فلوسه، كله كذب بكذب. دي يريدون يجهلون المجتمع، يخلون الناس كلها ترقص وتدق وتسخم على راسها زين، ويقول لك والله اني حصلت فلوس من التيك توك وحصلت ما اعرف شنو وصلت مليونير. لا، حتى التيك توك والصفحات تختار ناس معينة حتى تصعدهم. صدقني مو اختيارات بس يجيب واحد وخلاص اشتهر. آسف على مقاطعتك أخوي، كمل. لا لا، هذه هذه معموري، لا خذ راحتك كمل أنت كمل. إيه، فهذا هذه المجتمعات وخاصة المجتمعات العربية كيف يحاربوها؟ أدنى حرمان، أدنى نقص بكل شيء، عدم احترام، عدم كذا. شون بعد نخليهم ينداسون حتى تفرغ الساحة أن ناخذ النفط، ناخذ الغاز، ناخذ الثروات؟ هذا شوف الـ 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 الاحتلال للدول هذا انتهى، هذا صار عصر قديم، تمشي دبابة وتجيب طيارة وتدخل حرب، ماكو. لا، أنت تستخدم الإعلام وصفحات التواصل في كل دولة شنو تشوف النقص اللي بيه. أكو عندنا في المجتمعات العربية أول شيء 90% إذا مو أكثر النقص عندهم جنسيا، فأنت شو تسوي؟ تزودهم بهذه. يعني البلد أول بس العراق ترى بس شغلة واحدة بيها الأول على العالم، بالقنوات الإباحية اللي تفرجوها. هذا الجراب إيه صحيح، اي هذا الدراسة سووها هنا في بريطانيا، طلع العراق اول، هذا الحمد لله والشكر الاول، غير شي ما عدنا اول. فشافوا هذا الشعب شي يريد. اكو بعد شغلة الاخ، نعم، اما العراق اول بيها شنو؟ العمالة والذيول. هو هذا احنا تجاوزنا الاول، عبرنا الاول هم، يعني لو اكو فوق الاول هم كان طفر. للأسف هذا البلد اللي يعني أنا يقولوا لي احنا اسا بيقولوا احنا بلد الحضارات، ولك ايش بقيت من الحضارات؟ هي زقورة مليانة حشك ضروق مال طيور مسويها احبال تفرشون عليها هدومكم. بقى حضارة، بقى تاريخ، ما بقى شيء ما نهبتوه. تاريخ كله ما هو ما هو يعني قاموا يبوسون قنادر حشاك على مود يصير ذيل. انت شايف مجتمع ولا شعب يبوس ايدك على مود يصير ذيل؟ وهذا اقول لك عليه ابو عموري، هذا اقول لك عليه حثالة مستعد يبوس قندرتك على مود السامحة حتى تلقى فلوس السعادة. اي لا بسيطة، ذاك غير شيء، هذا مرتب لعباله شرطي هو وخلاص يعرف كل شيء، وحق الله لا خليه يتندم على اليوم اللي انولد بي. بس ابو عموري، نعم، ابو عموري، نعم، اني كاحد متابعيك ومن من محبيك الله يحفظك، والاعضاء كلهم اللي موجودين هسه يسمعون صوتي واني من ضمنهم، نعم، ترى ولا واحد يقبل السامحه، ولا واحد يقبل السامحه. احنا سند لك واحنا محبيك واحنا اخوتك والاخوات اخواتك، والله عظيم ما حد يقبل السامحه. ابو عمر طعم بيك حبيبي المتقاعد، الف هلا بيك. هذا بس شهر بيك هو وذاك العار السطن ابو فرس النهر. فرس النهر اي ابو راس. اذا تحبنا احنا متابعيك نحبك، اذا تحبنا نسامحه. على راسي، تامر. يسلم راسك حياتم، تامر يسلم راسك حياتي حبيبي. انا ايش قد احب البغدادي الاصيل، يعني من له ايش تنبين ذاك هو. الله يحفظك. الله يسلمك حبيبي. والله انا احبك اكثر ما انت تحبني. لا ابويا انتو عائلتي هنا، والله العظيم تعرف انا ايش قد ارتاح.
يعني اجي تعبان من المكتب اقعد احكي وياكم لان شوف احكي لك الصراحه اكو شيء نقص في حياتي يعني اكون واضح معاكم اكو شيء لا اكو شيء نقص في حياتي اولا راح اقول لك اياها يعني انا اقعد الصبح زين اقعد يوميه خمسة الصبح لا اقول لك اصلي ولا ابد بس اول شيء اسويه شغل القران عندي بالتلفزيون اقسم بالله لا انا دا اقول لك اخذ الشاور مالي ما اعرف شنو قعدنا المربيات قعده ويا الاطفال اخذت سيارتي رحت للمكتب يومي كله انجليزي ارجع للبيت كله انجليزي ويا الاطفال انجليزي سعادتي شو وقت تبدي من اقعد احكي وياكم لان دا احكي وياكم بلغتي يعني والله العظيم انا فرحتي من احكي وياكم بلغتي احس احن ارجع ولا تقول لي من الصبح لليل لا والله حياتي دمار لا لغتي لا ديني لا علاقاتي يعني كلها شغل بزنس فلوس غير شي ماكو هذا الغرب يعني ما بي غير شي بس من اقعد اكتب لكم بلغتي احكي وياكم يعني فعلا انتو عائلتي يعني عائلتي فيها هذه اللي موجودة اللي انا فعلا افتقدها يعني لا عندي مرة عراقية ولا عربية ولا أبد هاي كلها لا إنجليزية لو ما أعرف منين هاي السوالف وغير شي ماكو إيانا كاني ما عندي مرة ما حكي سوى الله كريم أخويا تشرفت بيك حبيبي ومعموري والله أرجع منك قبل نصل الساعة 11 يوم اللي ياكو بس أقول ألحق على أبو عموري الله يسلمك أبويا أنت الله يسلمك يا حبك مو بس أنت حتى كل الأخوات والأخوان الموجودين تعليقاتنا وكلامنا لا. أحس نفسي جاي ويا أهلي إي والله حتى مرات من أقعد أحشش يعني ناسي يعني أريد أضحك ويا أهل بلدي لأن أنا أعرف العراقي بنفسيته فكاهي ويضحك وحشش يعني حتى من أقعد أحشش أضحك يعني أنا صار لفترة هواية يعني أبتسم الابتسامة غير الضحكة الابتسامة تكون فيك يعني مو صحيحة زين بس أضحك مرات يعني على الحكي مال العراقيين سوالف العراقيين ففعلا شوية يعطيني يخفض من ضغطي ويخفض من الحياة المأساوية اللي تمر علي يوميا نفس الروتين نفس الشكول اللي أشوفها يصيح على فلان عيق على فلان هذا ما جاب شغله هذا ما سوى زين وكلهم هذول انجليز ويعني الانجليزي يشتغل ساعة يريد 4 ساعات استراحة وأركض وراهم وصيح عليهم وعيق عليهم ويا واحد شي سوى هذا هو اي ها شي سوى شغلك هذا اي شو سوى هذا هو واحد شي سوي لهم سعيد وياك الله يسلمك فوتك. الله يسلمك أبويا والله تشرفت بيك يا أصيل وأبقى على تواصل أبدا مجال أخوتي تصلون الله يسلمك مع السلامة عيون ألف حلال يعني يا واحد شي سوي أنتو كلكم أهنا أتصور أنا طولت معاكم ناخذ آخر اتصال عطلا يزعل معانا نورتنا أخويا ألف حلال شلونك دكتور؟ الله يسلمك ألف هلا تعبناك ويانا على الخط والله دا أشوف لا السر صاير مع المستشفى بالعراق أعرف ليش لحيت أنا بالاتصال لأن أعرف الوضع الله يسلمك الله يسلمك لأن أنا من قبل 4 اللقاء الاتصال مال أبو دلف احنا اتصلنا سوا فمن طلع أبو دلف أنا رسم بطلت قلت خلي لك تحياتي لأبو دلف العراقي الله وتحياتي للخال لأن دائما أنا من اتصل الخال دائما وراي اتصل هالمرة اتصل قبلي هذا حبيبنا الخال حبيبنا تحياتي للخال دكتور أنا ذاك اليوم يعني أنا ما أشوف هذا فرس النهار نعم. بس دا أقلب وفيديو قريته يعني صدام يشرب العرق يحتسي العرق الإسباني الإسباني نعم. هذا عاس شفته عاد ربطت بأول قبلها أنت من حكيت أنه عنده الباسك مالنا مال الرئيس
سليمان الجمهوري. فربط الجيت هذا الباس فالين اللي طلعوا هم متفقين اثنينهم سوا. منين جي هذا ابو حسام من الحمايه اللي يشرب الرئيس قدام عرق بيضل الباس فالين. هو واحد من الحمايه يقعد فيها. انا ادري يعني ما هذا الحكي كله الاخر. بس من تباوع يعني جتي بان واحد يعني اربط الاحداث بنفس اليوم دا اقلب باليوتيوب شفت هذا الفيديو قلت خليني اسمعه ولين طلع فرس يعني ما عرفته فرس النهر ولين طلع فرس النهر فزيت بصراحه لان انا بنفس اليوم سويت الغاء اشتراك في سليمان امزي ربك ما اتصلت بي يوم لان يعني اكو مواضيع كنت اريد اطرحني اياها امزين ما اتصلت بي وكانش خلص ولا كان وصلوني حتى الجماعة فأكو هواية أمور للأسف يعني مثل ما يقول انغرينا بهواية أمور بالحكي بس أنا دائما أقول ماكو فايدة وتدري يعني شنو ماكو فايدة أعرف ثلاثة عندي ما بهم فايدة المال بيد البخيل صح والسيف بيد الجبان بالضبط والقلم بيد المنافق صح لسانك هذول كلهم منافقين صح اللي بنشوفه احنا نقول نريد نوثق التاريخ لان احنا شفنا وعرفنا بس نقول باكر اجيال ربما تجي ويانا اولادنا احفادنا هاي اجيال راح تجي ايش راح يقول؟ قال الراوي وقال شو اسمه المعمم وقال المدري يعني هاي الامور ما قاعد نبتعد عنها ولا دا ننسى أنا من أباوع الماضي من أريد ألتفت على الماضي اثنين أنتبه عليهم شنو خطأي أصالحه وشنو الرجال مواقف الرجال وياي ذاك الوقت أعرف أوادمي أعرف ناسي تتذكر أخوي الغالي قبل سنوات قلت أنا ما أصدق بحرف واحد يسموه التاريخ لا تاريخ مو قلت لك هذا المنتصرين يكتب التاريخ فلهذا ما يعني حرف واحد من اي شيء كتاب يقولوا لي هذا تاريخي وما ما اصدق به حرف ما اصدق بالتاريخ لان التاريخ اللي انكتب في الزمان ذاك نفس هذول اللي دي كتبوا هو هذا نفس نفس الطاسه ونفس الحمام بالضبط أنا إذا أريد أنور عقلي أقرأ كتب كتاب أو عندي القرآن يعني أقرأ القرآن هذا اللي بيه كل شيء من قبل 1400 سنة كأنما توه جاي بالضبط بالضبط يعني هذه أبسط الأمور إن تتثقف تقرأ تتمعن أنت اللي قال فلان وحكى فلان وفلانة طويلة وفلانة قصيرة النقطة هاي الفانشستات ما يسمون على قولت هذا باللقاوية يقول ما يقول شوصل ما ادري شيسل ميديا شوصل ميديا شوصل قلت له هذا خاف راح للسويد ام السوسير ما ادري اسمه هذا مال الاطفال واحد يسوي يعني تباوع تقولهم يابا يا ناس اوعوا هاي عقولكم شغلوها بس شغلوها يعني تباوع انت يعني كلها سلب ونهب ما يعرف شنو ماكو خوه ما بقى صعد الدولار نزل الدولار انت شنو يعني انت قوه دا تطلع عامل قوه دا تجيب لقمه لجهلك شلك لازم بالدولار صعد ونزل شاغل مخك بمواضيع بالضبط حتى مو من اختصاص ما هو قابل دا يطوك راتبك بالدولار قابل دا تاجر بالبورصه انت شو معرفك دعوفه يعني هاي كم يوم صار من نزلوا سعره ب 1300 لحد الان انا خبرت لاربيل اليوم واليوم من البارحه نعم لاربيل وسيمانيا البورصه ما يبيعون اقل 152 هنا عندنا يعني بالانبار اكثر المكاتب لا تبيع ولا تشتري اي ما انا قلت لك عمليه يعني تخدير وشوف شوف ايش راح يصير الشهر الجاي واللي ورا وتذكر حكايتي يعني عندي تصور انا والله سبحان الله ما طبيعه بيا سافرت من بعد الاحتلال كان 5 دول 6 دول اطول بس بسوريا اطول نوبات من سافر خربوها سوريا بعد ما هذا 10 ايام 15 يوم راسا اختنق اختنق الا ارجع اجتمع ولا ارفق صح صراحه
يعني ايش قد ردت انه احاول ابقى، يعني اخر سفرة بالصين طولت فيها 25 يوم، ردت ابقى باو قلت لا والله ما اقدر، ضليت ابكي ابكي الا رجعت. الله يساعد قلوبنا. اي يعني عندنا مثلا اهلك اصدقائك ناسك ديرتك بلدك، هاي تبقى ظل تشتغل بقلوبنا. صح يعني ما يعني يفكرون هم عبالهم الفلوس، اما يعني قلت لهم ترى الفلوس عمرها ما ما تسوي رجل، بالضبط هي اللي تجيب الفلوس، بالضبط ولا تجيب لك ساعات نوبات الفلوس، المال بحد ذاته هو السلطة، اذا ما تستخدمه صحيح يصير النقمة عليك. بالضبط صح صح. كثير ناس كثير ناس مسكوا المال ومسكوا هذه ما عرفوا، يعني طار منهم وطار الخير منهم وتكبروا ورفعوا خشمهم على العالم واستغلوا وسووا وبالاخير اندثروا وجوا صاروا وكل شيء ماكو عندهم ولا راحوا. يعني انت باشر عقبه وراك على قولت هن شمر اربع اصابع ما تقدر راح تاخذهم وياك. لا اخويا والله العظيم يعني يقولوا لي هذول ماكو هذول اللطامه وجماعة اللطامه وغير اللطامه، يقولوا لي 24 ساعه انت تشرب وعرق وانا خايف منكم اشرب 24. والله لا داخل بار ولا داخل ملهى ولا داخل ما اعرف اصحاب 30 31 سنه يمكن ثلاث مرات هذا النايت كلوب بسبب جماعه يعني هم اللي دخلوني بالقوه، واخر واحد 2010 اجاني ابني عمر من المانيا قال لي بابا تعال، وكان ابن عم ابن عمتي جاي من امريكا وقال له تجي ويانا، قعد ضربت لي ركون وقاعد اتفرج هذا وكل شيء، لا ادخل لا اشرب ولا ابد ولا خايف. مو خايفين احنا قلنا كنا نشرب هذه 91 قطعته. لا والله ما اشرب بس مو هذه ما اشرب، اول شيء اكرهه، ثاني شيء صحتي يعني انا اخذ 24 حبايه باليوم. الله يعينك. زين وعد شي يسوي وعد ثاني شي عندي اولاد يصير شي علي يعني وعد 5 سنين وعد 6 سنين بيد من احطهم او تخلي فلوس الدنيا ماتي تعيشهم. لا ما يفكرون يعني انا دائما قلت لهم والله يعني كنا نشرب مو عيب ولا شيء نعرف غلط بس سوينا، بس عمري انا واحد من الناس عمري ما جيت للبيت طبيت انه انا يوم شارب الا بالخفاره لو هذا ابات برا ما اطب للبيت ولا بالضبط البيت. بالضبط يعني احتراما لاهلك لاطفالك شنو قيمتك قدام اطفالك من تفقد وعيك او لا سامح الله يصير شيء ما هي ما يفكرون بها يفكرون بها للاسف للاسف يعني. وبعدها ارجع اقول ان شاء الله نسال الله ان يعيننا، بس الايام الجايه انا دا اشوفها سوده ومصخمه، مقتدى راح يجيهم استلم فلوس استلم فلوس الله. انا دا اقول لك شوف ايش راح يسوي مقتدى وانتظر قول حكايتي ايش راح يصير مقتدى جايهم. والوفد اللي راح لامريكا على منشاره الدولار والبنك الفدرالي اي نصبر هاي راح اي راح تيجي وراها شغله كلهم راح يطافرون وهم واحد راح يذبح لها. لا روسيا 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 دخلت هذول رايحين لامريكا، امريكا راح تقول لهم انتم شلون توقعون عقود ويا روسيا زين الغوا هذه العقود والا ماكو هذه ارصدتكم كلها راح تتجمد. ويا دوله دخلوها ما 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 ما, ما هجموها اشتروا مليارات اكثر من 30 مليار من جد بلبنان دمرت لبنان وراحت مليارات. بالضبط اصبر باوكرانيا يمكن باوكرانيا بوقتها دزيت لك التقرير يمكن 22 مليار صح باوكرانيا استثمارات وحديد وصلب وغيره وهم راحت بعد كلها يعني كلها ما راح والله العظيم ما راح يبقى فلس لهم. هسه تشوف ادري بيها راح تصادر كليته اي هم خلوهم بعدين يصيدوهم هو هذا شغل الغرب معروف. يلا حبيبي هو اذكر الله كريم الله كريم أنا ان شاء الله اشكرك. انا اقول لك يشتغلون بس مثل ما يقول على نار هذه يتاخرون اي هم هذا الغرب هيك على كيفهم وبعدين الضربه مالتهم انتهى. الله كريم الله كريم الله يسلمك حبيبي ينور عقول هل العرب
بصورة عامة مو بس العراقيين. لا الرسم كله على كل بس العراقيين بهاي الشغلة لا غلبة حتى الشيطان. لا عبروا يا شيطان. الشيطان خطيه ضرب ركون وديبشي. والله مو ضرب ركون نوبات أنا أقول خطيه هذا مسكين صار الشيطان. أيوة والله صدق مسكين صار. الملالي يعني قرأت عن الفرس كلهم بصورة عامة. أيه. عمرهم ما غلبوا معركة. صح. بس بالمفاوضات عندهم عندهم هم عندهم لسان. أقول لك بلسان وبالمفاوضات لا. ما حد يلحق ما حد يلحقهم بالمفاوضات صح. هذا يفكرون إنه أبالهم راح تبقى والله لا ملالي تبقى ولا هاي كلها هاي الطيران يمكن ولا طولت قبل سنتين من قبل سنتين أو سنة يعني صار نقاش قلت لهم قالوا شو شوف قلت لهم راح إيش قد انهجم الشرق الأوسط راح أشوف إنه هسه الوضع راح يتحول إلى جنوب شرق آسيا وشرق آسيا صح. راح يصير البلاء والمشاكل من هاي الميليشيات يجوز كلها راح يسوون ميليشيات هنا نفسهم اللي صنعوا الميليشيات هنا راح يصنعوهم هناك بالضبط وراح يبلشون بهاي الجهة بس نقول عسى والله بنكت نرتاح يأخذوهم ويروحون الغير مكان ايه هو ما وين ما يروحون يخربونهم عمرهم ما طبوا مكان عمره نسأل الله نسأل الله بأسهم بينهم ان شاء الله ان شاء الله ويصلح ويصلحهم ما نريد نقول بعد اكثر الله كريم اخوي انا اشكرك على اتصالك الاتصال الولد يقول لك انه انا ادري قلبك كبير على المسامحة والله انا انقثيت بصراحة بوقتها بنفس اليوم قلت لك ضغطي من قسطة طلع 14 وشوية لا هسه ما يخالف انا البارحه دخله وسطاء وغيرها وغيرها واليوم وصل اوكي خاطر من خاطر نقول بس يعتذر يعتذر لا اعرفك ولا تعرفني روح بحال سبيلك لا قايل ما اعتذر وهذا واحد كذا 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 ومادي هاي مشكله يتحمل يعني انا يتحمل مسؤوليته بعد ما لي شغله يتحمل هو جد عمره قال 66 زين فتتحمل النتيجة ما عندي غير شيء على قولت هذا أن كل من يتعلق من إكراه بالضبط يتحمل أخطاء بالضبط بالضبط الحمد لله تحياتي لك الله يسلمك حبيبي الله الله بنفسك على الله كريم الله كريم الله يحفظك بارك بعمرك ألف هلا بك يا رب السلام أخونا الغالي من الأنبار الغالية والعزيزة حال حال أي محافظة في العراق كان هذا آخر اتصال أكو أمر قبل ما ننهي أريد أعطي لكل أخواننا وأخواتنا العراقيين المغتربين اللي يحملون جواز سفر غربي إن كان أمريكي أوروبي أسترالي أريد أعطيكم هذا التحذير لوجه الله لا تقولون دا يسوي ودا لوجه الله عدم الدخول إلى العراق ويعرفون عندكم جوازات أوروبية أو أمريكية أو كندية أو أي شيء غير عراقي صدرت أوامر بخطفكم ومساومة دولكم على الأموال نصيحة من أخوكم إلكم تاخذوها ما تاخذوها انا ما عندي بعد غير شيء اقول لكم اياه وماكو عتب ولا حد يقول ما حكى او ما خبرنا وما نعرف انا وصلت لكم الرساله اللي ياخذها اهلا وسهلا انا اعرف الكل مشتاق العائلته الكل مشتاق للعراق واكو ناس دي يروحون بس مجرد على مود يضرب تشريب وكباب وهالسوالف نصيحه من اخوكم ديروا بالكم على نفسكم اللي عنده جواز غربي لا يروح للعراق لأن طلعت أوامر من الميليشيات بخطفكم ومساومة دولكم انتهى الأمر في نهاية هذه الحلقة أرجع وأكرر رحم الله من قال هذه الكلمات يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق رجالكم نساء ونساءكم رجال دينكم دنانيركم وقبلتكم نساءكم
سوف يأتي يوم عليكم حريقا أو غريقا. الله يرحمك يا صدام حسين، شلون كنت حاكم هذا البلد، ما عرفنا قدرك ولا هيبتك ولا الكلام اللي كنت تقوله إلا بعد ما رحت، والندم ما يفيد، خسرناك وخسرنا اللي قال الكلمات اللي سبقتها. تحياتي لكم ولعوائلكم الكريمة، ونشوفكم على خير. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.